السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم موجودين معاكم من النهارده ان شاء الله حتى يوم مباراه اتلتيكو مدريد في تغطيه خاصه لهذه المباراه تحت مسمى رساله سلام، وهو ده اساس هذه المباراه واساس زي ما احنا بنقول وكابتن يعني او احنا كلنا كنا بنقول او كباتن مصر دائما بيقولوا ان الكوره دائما هي رساله، ورساله من خلال تواجدنا في هذا الملعب ان احنا بنتكلم دائما ان احنا بنوصلها ليكم من خلال طبعا وجودنا في الملاعب كرساله سلام. لكن خليني اقول لكم واحنا بنتكلم السلام دائما هو رسالات كل الاديان، السلام دائما هو المسمى دائما ما بيننا دائما والتعامل ما بين العالم كله والاشخاص كلها من خلال طبعا ارض مصر اللي هي دائما موجوده وبترحب بكل الاخوه سواء بقى عرب او كل انحاء العالم. هنا لما بيبقى موجود اي مؤتمر او اي شيء موجود يخص الدول العالم مصر دائما هي ارض السلام، وزي ما احنا بنتكلم الكره القدم او الرياضه هي ليها دور فعال حول العالم من خلال اللغه اللي موجوده موحده من خلال كره القدم، فبالتالي الرساله اللي احنا بنوجهها من خلال هذه المباراه والنادي الاهلي كنادي للوطنيه ونادي كبير ليه اسمه في كل انحاء العالم من خلال طبعا تواجده بشكل مكثف سواء بقى في البطولات العالميه في بطوله العالم للانديه او البطولات الافريقيه، وحتى وجود بعض اللاعبين المصريين اللي دايما اساميهم متردده حتى في الان في اوروبا من خلال طبعا وجود نجوم زي محمد صلاح واحمد حجازي ورمضان صبحي، اكيد واحنا بنتكلم عليهم اكيد بيتردد اسم مصر بشكل كبير، فبالتالي النادي الاهلي وهو بياخد هذا القرار كان هدفه هو رسالة السلام، من خلال رسالة السلام ومن خلال هذه المباراة لما نتكلم على الشهداء ونتكلم ان هدف ايضا من اهداف النادي الاهلي وهذه المباراة هو شهداء الوطن، من خلال هذه المباراة من خلال التذاكر المباراة وبيع تذاكر المباراة سوف يتم طبعا التبرع بهذه التذاكر او المقابل المادي لشهداء الوطن، وده حاجة بسيطة ممكن يقدمها النادي الاهلي لشهداء الوطن بما ان احنا بنتكلم دائما ان النادي الاهلي هو نادي الوطنية. النادي الاهلي كبير دائما بتصرفاته، كبير دائما وبتفاعلاته دائما مع الرياضة المصرية سواء بقى الرياضة المصرية او العالمية زي ما احنا بنشوف دائما النادي الاهلي موجود في المحافل الدوليه من خلال تواجده بشكل كبير، دائما هذه المباراه هتكون ليها اثر ايجابي لينا كمصريين، لينا كمصريين بيحبوا السلام، ايضا للدوله اللي ممكن جايه من خلالها فريق اتلتيكو مدريد زي اسبانيا، ايضا دول العالم اللي هتتابع بشكل كبير اللقاء اللي هيكون موجود حصريا على قناه النادي الاهلي، لكن هو ده دائما اللي احنا بنحب دايما نقدمه من خلال وجودنا كنادي اهلي نادي الوطنيه ونادي العالميه. عايزين اكلمكم طبعا على مباريات النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي كان سباق في لعبه هذه المباريات او المباريات العالميه باستمرار، يعني بدايه من مباريات كثيره هستعرض مع حضرتكم مباريات النادي الاهلي مع الانديه العالميه ولكن هنبتديها مع الانديه الاسبانيه. كانت اولى المباريات مع نادي برشلونه كانت 1980، كان طبعا الفوز حليف الفريق برشلونه بنتيجه 6-1، ثم ريال مدريد الاهلي كان ده طبعا نتذكره هذه المباراه مباراه 2001 امام ريال مدريد اللي كان في طبعا مجموعه من نجوم ريال مدريد زين الدين زيدان راؤول مجموعه من روبرتو كارلوس مجموعه من اللاعبين المميزين وفاز الاهلي فيها بهدف ساندي 1-0. اما المباراه الثالثه كانت مع الفرق الاسبانيه كانت في 2003 الاهلي وسوسيداد ريال سوسيداد وتعادل سلبي 0-0. اما المباراه الرابعه كانت في 2004 مع اوساسونا وكان فوز اوساسونا 1-0. اما في 2007 فكانت مع برشلونه وفوز برشلونه 4-0. و2009 كانت ايضا مع برشلونه وفوز برشلونه 4-1. و2012 كانت مع اسبانيول وفوز اسبانيول 2-0 على النادي الاهلي، واخيرا كانت مباراه ختافي الاسباني وسنه 2015 وتعادل ايجابي 1-1. دي المباريات مع الانديه الاسبانيه، اما المباريات مع الانديه الالمانيه النادي الاهلي خاض اربع مباريات بدايه من مونشن جلادباخ كانت 1976 وتعادل ايجابي 2-2، ثم بايرن ميونخ وسنة 1977 وفوز النادي الاهلي 2-1، و2009 مع باير ليفركوزن وفوز باير ليفركوزن 2-0، ثم بايرن ميونخ 2012 وفوز بايرن ميونخ 2-1. دي بالنسبه للمباريات الالمانيه.
اما للانديه الانجليزيه فكان كوينز بارك طبعا في 1988 وتعادل ايجابي 1-1 مع النادي الاهلي وساوثهامبتون وفوز النادي الاهلي 2-0 في عام 1979 وايضا مباراه مع سيلتيك في 2009 وفوز سيلتيك 5-0 ده يمكن بالنسبه للانديه البريطانيه والانجليزيه. اما الانديه الهولنديه ففوز اياكس 2-1 على النادي الاهلي عام 2003 وفوز اياكس ايضا عام 2010 على النادي الاهلي 1-0 دي بالنسبه للانديه الهولنديه. اما بالنسبه للانديه الايطاليه فكان 2002 اولى المباريات مع روما كان فوز النادي الاهلي 2-1 هنا في استاد القاهره ثم 2016 مع روما في الامارات لو نتذكر هذه المباراه وفوز الاهلي 4-3 يمكن دي بالنسبه للانديه الايطاليه. اما للانديه البرتغاليه ف 1963 لعب النادي الاهلي مع بنفيكا البرتغالي وفاز النادي الاهلي 3-2 ثم النادي الاهلي مع بلينسيتش البرتغالي وفوز الاهلي 4-0 اما مباراه اخرى ايضا مع بنفيكا ويفوز النادي الاهلي 2-1 في عام 2007 وتفوق ملحوظ للنادي الاهلي على نادي بنفيكا. ثم الانديه بقى انديه اوروبيه اخرى زي ريد ستارت بلجراد وفوز النادي الاهلي 3-0 وليجا وارسو النادي الاهلي يفوز عليه 2-1 1975 والنادي الاهلي ودوكلار براغ مع وفوز النادي الاهلي 2-1 ثم استريا فيينا ومن فيينا وفوز النادي الاهلي 3-1 والنادي الاهلي يفوز على استوى بوخارست 1986 3-0 ده بالنسبه لجميع الانديه اللي ممكن النادي الاهلي لعبها تكون اوروبيه هو ده دائما النادي الاهلي. اكيد الاهداف بنسبه كبيره لهذه المباراه القادمه للنادي الاهلي هو زي ما بقول لكم السلام رساله السلام اللي احنا بنقدمها من خلال تواجد المباراه على ارض مصر ايضا ان احنا بندعم بشكل كبير شهداء الوطن ده شيء مهم جدا النادي الاهلي بيقدمه ودي فكره كانت مميزه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب وده هو الفكره ان انت تيجي من بدايه عهدك مع النادي الاهلي انك بتفكر بشكل مختلف بشكل جديد شكل الناس تتكلم عنه هو ده اللي احنا دائما من خلال النادي الاهلي سباقين فيه من خلال ادارتنا ومن خلال طبعا وجود النادي الاهلي لكن اكيد مباراه اتلتيكو هتبقى ومباراه الاهلي واتلتيكو هتبقى ليها جوانب كتير غير الشكل اللي احنا بنتكلم عليه جوانب احتفاليه جوانب كتير هتبقى فيها بهجه وسرور وجود فريق كبير يعتبر من افضل الانديه الاسبانيه في والدوري الاسباني بشكل هو الثاني الدوري حتى الان في ارض مصر اعتقد ان دي حاجه هتبقى مميزه بالنسبه لينا هتلاقي نجوم كتيره موجوده من خلال هذا الفريق متواجده في ارض الوطن هنا في مصر فبالتالي ان شاء الله هتبقى احتفاليه كبيره. خليني اقول لكم ان اول مباراه النادي الاهلي لعبها كانت مع نادي بنفيكا البرتغالي وفاز فيها النادي الاهلي 3-2 هنروح يعني هي من المباريات يعني اللي النادي الاهلي لعبها وكانت مباراه قويه عشان كده احنا هنقدمها لكم وفيلم تسجيلي عن هذه المباراه ونرجع بقى نستقبل ضيوفنا وفقراتنا اللي هتكون موجوده معانا النهارده هبتديها طبعا بكريم كريم سعيد طبعا رئيس تحرير يلا كوره ثم عمر ربيع ياسين هنتكلم ايضا على الشكل الفني لنادي اتلتيكو مدريد واخيرا نجوم مصر والنادي الاهلي كابتن عمرو حديدي واحمد ابو مسلم هنتكلم على الشكل الفني في مباراه اتلتيكو مدريد القادمه ان شاء الله هيكونوا معانا طبعا نجومنا ولكن خلينا نروح للفيلم التسجيلي الخاص بمباراه الاهلي وبنفيكا واللي فاز النادي الاهلي فيها 3-2 وكان مشارك فيها كابتن محمود الخطيب. انطلق قطار المارد الأحمر من القاهرة
حاصدا البطولات المحلية حتى استحق عن جدارة لقب بطل القرن في أفريقيا ووضع صوب عينيه العالمية. الأهلي يقهر بنفيكا بطل أوروبا. استضاف الأهلي نظيره بانفيكا بعد أقل من شهر من حصول النسر البرتغالي على كأس أبطال أوروبا عقب تغلبه على ريال مدريد الأسباني 5-3 في نهائي البطولة. فريق الأهلي ينزل إلى أرض الملعب. صالح سليم، عبد هيكل، ثم ينزل فريق الزمالك. يجري حسين إمام حكم المباراة القرعة بين رئيسي الفريقين. ويبدأ الزمالك ضربة البداية. وخاض الأهلي المباراة بعد تحقيقه لقب الدوري الممتاز في ذلك الموسم بعد أن جاء في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك الوسيط. لطه اسماعيل ساعد دفاع الأهلي الأيسر وأصاب منها هدف التعادل. أثنى لهذا الهدف صدر فريد شوقي مشجع الأهلي العزيز. وبين نهاية المباراة بدقيقتين سجل شريف الجندي ساعد الهجوم الأيسر هدف الأهلي الرابع والأخير. كل هدف كانت ترتفع هتافات مشجع الأهلي ويشتد حماسهم وتصفيقهم. استضاف الأهلي نظيره بانفيكا في الأول من يونيو عام 1962. أهدى النادي الأهلي. وأعد الأهلي حفل تكريم للضيوف ووزع الهدايا التذكارية. سفير البرتغال هدايا نادي بنفيكا. كما حصل على مجموعة من الهدايا من الجانب البرتغالي. وحضر بانفيكا لخوض المباراة مقابل 28,500 دولار بجانب مصاريف السفر والإقامة. وداعب الناقد الرياضي الكبير المرحوم نجيب المستكاوي حارس مرمى الأهلي عادل هيكل بأن يضع عدادا ليعد الأهداف التي ستدخل مرماه خلال المباراة. وخاض العملاق البرتغالي المباراة بكامل نجومه على رأسهم الفهد الأسود أوزيبيو الذي أحدث ثورة في الكرة البرتغالية. كما خاض الأهلي المباراة بكامل النجوم بجانب ضيف الشرف محمد بدوي لاعب المصري وبدوي عبد الفتاح لاعب الترسانة. وأدار المباراة الحكم اليوناني ستاتيكوس وعاونه فتحي نصير ومصطفى رمزي. كلنا جدد هو نجلي ميمة حمزان يجدنا بيحمي وفوت برابو عادي تخيبات ولا لخليك في ذات الكرة عشان تحبه الناس في ذات المصر الكبير سيد يوغوسلافيا مولعة المشاعل في الأولمبياد ورفعة من ربعة حلوة. افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 8 عن طريق بدوي عبد الفتاح. يلا يا بدوي في الملعب يساب اسماعيل ودخل الجول عثمان الاولاني للنادي الاهلي بعد وسجل اجواس هدف التعادل لبانفيكا في الدقيقة 25 من الشوط الاول. تاني اجواس وشوطة جامدة هو جول الجول الاولاني بعد 23 دقيقة. وعاد بدوي عبد الفتاح ليسجل هدفه الشخص الثاني في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.
وعزز طه إسماعيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني. وأحرز الأوزيبيو في الدقيقة 21 من زمن الشوط الثاني. ليحقق أبناء القلعة الحمراء الفوز على بنفيكا 3-2. بحضراتكم من جديد، ما زلنا طبعا كلامنا مستمر على هذه المباراة المهمة إن شاء الله اللي هتكون موجودة يوم السبت هنا في تغطية خاصة لقناة الأهلي حصر طبعا بشكل كبير، هتكون احتفالية كبيرة بهذه المباراة، رسالة سلام زي ما احنا بنتكلم، فعلا هي رسالة سلام من النادي الأهلي لكل العالم، لكل الوطن العربي اللي موجودة من خلاله مصر، وأكيد هيكون في نجوم كبيرة، نجوم عربية تبقى مشاركة في هذه الاحتفالية الكبيرة اللي هتكون متواجدة. زي ما بقول لكم نادي أتلتيكو مدريد أو هذه المباراة هي مباراة مهمة من ضمن مباريات كتيرة النادي الأهلي لعبها أمام فرق عالمية كبيرة، زي ما قلنا استعرضنا من خلال الانترو جميع الأندية اللي النادي الأهلي لعبها، ولكن أتلتيكو مدريد ليه مذاق مختلف في هذه المباراة، شكل مختلف، هدف مختلف في توقيت مختلف. من خلال الأسئلة دي أو الكلام ده هيكون في نينا كلام طبعا مع ضيوفنا، هبتدي طبعا مع زميلنا كريم سعيد رئيس تحرير يلا كورة، وهو مشرفني طبعا في الاستوديو. كريم مرحب بك يا كريم. مساء يا كابتن محمد ومساء يا جمشي نيكر الأهلي، وأنا سعيد جدا طبعا بالتواجد النهاردة عشان حاجتين، أول حاجة طبعا هي تحت نادي قطر الأهلي تحت قيادة كابتن محمود الخطيب الأهلي، طبعا ببارك لهم مجلس كاملة الفوز الانتخابات، وبالنسبه للشخص يعني انا كنت اخر مره موجود في قناه النادي الاهلي اعتقد في اغسطس 2015، وبسبب بعض الاختلافات في وجهات النظر مع المجلس المعين السابق يعني ما كنتش محبب بي ان انا اطلع هنا. انت منور يعني منور كريم، خليني طبعا ربنا يخليك منور طبعا. خلينا بس واحنا بنتكلم على مباراه مهمه، احنا دائما النادي الاهلي بيسبق في كل شيء كريم، عنده حته دايما الوطنيه واللي هي موجوده وتاسست بشكل كبير. النادي الاهلي احنا بنتكلم ان هو تاسس 1907، لما نيجي نقارنه بنادي اتلتيكو مدريد هو الوقت مش بعيد عنهم 1903، فبالتالي اثنين ناديين عريقين موجودين بيلعبوا بعض لهدف واحد، وهو رساله سلام او السلام اللي موجود للعالم وبنوصله طبعا من ارض مصر، اللي ممكن في وقت من الاوقات الميدل ايست او الشرق الاوسط الى حد ما الامور مضطربه، فبالتالي لما تتعمل مباراه زي كده الشكل تماما بيختلف من خلال الرياضه واهداف الرياضه دائما يا كريم. اكيد توقيت المباراه ممتاز جدا، وقت اعياد الكريسماس وطبعا عارفين فاضي تبقى معظم اجازه في اوروبا وفي العالم كله، فالميعاد ممتاز، وحضرتك طبعا انت قلت الاوضاع السياسيه في المنطقه الشرق الاوسط وحتى في العالم كله، مش الشرق الاوسط صحيح. بس اوضاع مضطربه، انت بتتكلم على عالم فعلا متوتر وعلى شفا اي شيء في اي وقت، فالخطوه دي يعملها النادي الاهلي ده بياكد الدور الريادي ليه في المنطقه وفي افريقيا وفي المنطقه العربيه، والحمد لله ان احنا يعني في الوقت الحالي الرساله تيجي من مصر، ان احنا اعتقد احنا في اخر السنوات الاخيره بنحتاج الامور دي، خصوصا بتيجي من الرياضه، الرياضه انت عارف ان هي بتقدر تحل امور كتيره ممكن الشوارع السياسيه وحتى الشوارع الدينيه ما تقدرش تحلها، هي بتيجي من الرياضه، الرياضه بتوحد الناس كلها، لغه واحده الناس كلها بتحبها، فطبعا النادي الاهلي دائما وابدا سباق في هذه الامور، فالحمد لله المباراه تم الاتفاق عليها، وقتها ممكن يكون وقتها فنيا عارف النادي الاهلي مش هيستفيد فنيا قوي الا بس ممكن الصف الثاني من عنده انه هيبقى عنده ماتش يوم الجمعه مع بتروجيت في الدوري، فبالتالي طبعا اكيد كابتن حسام البدري هيدي فرصه لعدد كبير من اللعيبه الاخرى، بس اعتقد ان الهدف السياسي او الاجتماعي للمباراه اكثر بكثير من الهدف الرياضي. طب واحنا بنتكلم على نادي اتلتيكو مدريد يعني
واحنا عارفين ان هو من افضل ثلاث انديه موجوده. هو يعني لما بنتكلم على الدوري الاسباني واخد 10 بطولات، يعني مجموعه من البطولات موجوده طبعاً. يعني بتتكلم في 10 بطولات دوري اسباني، كاس ملك اسبانيا 10 مرات ايضا، فتاريخ طويل، كاس السوبر مرتين لهذا الفريق. فبالتالي يعني التوقيت ده اتلتيكو مدريد ليه كمان؟ ما برضه وانت بتختار لازم برضه يبقى في نادي كبير. صحيح، بنتكلم حاليا في وصيف الدوري الاسباني، ما بنتكلمش في نادي قليل خالص، بنتكلم ان النادي حاليا دلوقتي ترتيبه احسن من ريال مدريد، وريال مدريد يعني طبعا اسم كبير جدا ولكن لسه مغلوب 3-0 في الكلاسيكو. بنتكلم على فريق في اخر ثلاث سنين وصل نهائي تشامبيونز ليج مرتين، 2014 2016. وطبعا اتلتيكو مدريد اختيار اكثر من رائع في التوقيت الحالي لنجومه، يعني بتتكلم على فريق النهارده في واحد من افضل اللاعبين في العالم، انطونيو جريزمان. طبعا جريزمان يعني واحد من افضل اللاعبين، وطبعا بوتنشال كبير ان هو يروح برشلونه ان شاء الله السنه الجايه، نتمنى. بس عشان بقى اتلتيكو قدم شكوى فيهم، ازاي كلموه هو الراجل الماضي؟ ان شاء الله الصفقه تكمل يعني. شكلك برشلونه. طيب ماشي، احنا زي بعض. فطبعا كده هنشوف جريزمان، طبعا مستوى المنتخب هنشوف طبعا جودين وخيمينيز هيلعبونا في المونديال مع اوروجواي. فطبعا لا، اختيار اكثر من رائع بصراحه لصاحب الفكره، يعني بهنيه على وبشكره على هذا الاختيار. طبعا جميل جدا ان احنا نلعب اتلتيكو مدريد، وخصوصا احنا ما فيش سابقه اتلتيكو مع النادي الاهلي قبل كده، فاختيار جيد. وحاليا اتلتيكو مدريد طبعا من احد اهم الانديه في العالم بدون شك. حقيقي هم زي ما انت اتكلمت كده، مجموعه من النجوم موجوده بشكل كبير، والاحتفاليه نفسها كمان واحنا بنتكلم، يعني اعتقد ان اليوم ده انا بنظر له من دلوقتي بشوف ان هو هيبقى يوم رائع، سواء بقى من الجمهور، سواء من الفرقتين، والشكل حتى والتغطيه اللي هتبقى ان شاء الله مميزه من هنا من خلال قناتنا، اعتقد ان هيبقى يوم رائع. خلينا واحنا بنبص كده على ريال مدريد هنروح لتقرير في تاريخ فريق اتلتيكو مدريد بشكل كبير، ويعني التقرير هيتكلم بشكل كبير عن الفريق، ونرجع نكمل كلامنا مع كريم طبعا. الروخي بلانكوس، الأتلتي، الهنود، جميعها أسماء تطلق على فريق أتلتيكو مدريد الذي تأسس في 26 من إبريل عام 1903 بالعاصمة الإسبانية مدريد. وجاءت فكرة إنشاء النادي عن طريق ثلاثة طلاب من إقليم الباسكا، هم جورتازار، أستورتشا، وأبدون، وكان اسم النادي أتلتيك كلاب دي مدريد، نادي مدريد الرياضية. وفي عام 1904 انضم للطلاب الباسكيين لمجموعة من المنشقين عن نادي ريال مدريد، لتبدأ قصة العداوة التاريخية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منذ النشأة. والسبب أن أعضاء في النادي الملكي نظروا إلى أتلتيكو مدريد كفرع منشق، ولهذا يعرف العداء التاريخي بين الناديين من ذلك الوقت وحتى الآن. ودائما ما يتبادل الطرفين العديد من الاتهامات. واستقل الفريق عن أتلتيك بلباو في عام 1923، وتم بناء ملعب خاص بالنادي. والأتلتي يعد من أوائل الفرق التي لعبت بالدوري الأسباني، ففي عام 1939 دمج النادي مع أفياسيون ناسيونال من سرقسطة، وتم تغيير اسم النادي إلى أتلتيك أفياسيون مدريد. وتأسس أفياسيون ناسيونال في عام 1939 بواسطة القوة الجوية الإسبانية، وفي عام 1947 تم تغيير اسم النادي إلى مسماه الحالي وهو أتلتيكو مدريد. عاش أتلتيكو مدريد العصر الذهبي في الفترة بين عامي 1947 و1965 تحت قيادته لينيو هيريرا وبمساعده العربي بن مبارك، حيث فاز فريق الروخ بلانكوس بالدوري الأسباني في موسم 50-51، فيما بدأ أتلتيكو بعد رحيل هيريرا في عام 1953 رحلة الصراع على الألقاب مع ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو على اللقب الثالث في الدوري الأسباني. ويأخذ الأتلتي مبارياته حاليا على ملعب واندا متروبوليتانو الذي يتسع ل 67 ألف مشجع، بعد أن ظل خلال عدة سنوات ماضية يخوض مبارياته على ملعب فيسنتي كالديرون. وحصل أتلتيكو مدريد على لقب الدوري الأسباني في 10 مناسبات، وعلى كأس ملك أسبانيا 10 مرات، وكما أنه فاز أيضا بالثنائية الدوري والكأس مرة واحدة عام 96، وكأس السوبر الأسباني في مناسبتين.
وعلى الصعيد الأوروبي فاز الفريق بكأس الكؤوس الأوروبية عام 62 وكان وصيفا لبطل دوري أبطال أوروبا لثلاثة مرات أعوام 74 و2014 و2016 كما فاز مرتين بثنائية الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية عام 2010 و2012 كريم يمكن التقرير استعرض تاريخ بداية أتلتيكو حتى الآن ولكن طبعا يهمنا طبعا ان احنا نعرف من خلال يعني مميزات الفريق ده حتى الآن ومن بداية حتى انطلاقته من 1903 حتى وجوده الآن كمن افضل الأندية الأسبانية في الدوري الأسباني. كنت عم صراحة بنتكلم عن نادي من أحد الأندية في أوروبا بنتكلم عن نادي أنشئ 1903 وبنتكلم على القلب الثاني في مدريد العاصمه الاسبانيه وطبعا زي ما شفنا في التقرير معلومه مهمه جدا بتتكلم على ان النادي طبعا الرايفلتي اللي مع ريال مدريد جايه من بدأوا النادي اصلا كانوا بيشجعوا ريال مدريد وانشقوا عنه فده بيوضح لك ازاي يعني اهميه فعلا الرياضه واهميه فعلا بص النهارده مثلا ناس كانوا بيشجعوا النادي انقلبوا عليه راحوا عملوا نادي تاني واستمروا فازاي النهارده انديه الكوره حاجه بتاثر في المجتمع وحاجه طبعا لازم الجميع طبعا يهتم بيها اتلتيكو مدريد حاليا طبعا السوق الفني من حاجه برضه اتكلم عليه طبعا واحد من اهم الانديه في اوروبا وبنتكلم مستوى طبعا ارتفع مع مدير فني زي ديجو سيميوني قدر ياخده من منطقه لمنطقه خصوصا كمان ديجو سيميوني ما كانش اسم كبير في عالم التدريب في اوروبا وحتى في الارجنتين حتى اعتقد كان هو بيدرب في الارجنتين انديه متوسطه ما دربش الريفر او ندرب البوكا لما جه مع اتلتيكو مدريد قدر ان هو يحطهم في مصاف النهارده الانديه الكلاس اي ممكن اتلتيكو لغايه حتى نهايه 2010 او بدايه 2010 كان انديه متوسطه نادي متوسط مش نادي كبير مش الفئه الاولى كبير بنتكلم على نادي لما مثلا تيجي قرعه دوري ابطال اوروبا انديه كتيره بتخشى انها تواجهه ممكن يكون مستوى تبعد عنه مستوى السنه في دور المجموعات ما كانش ممتاز فبالتالي ما قدرش ان هو يكمل لكن اتلتيكو مدريد وضع نفسه خلاص في الفئه الاولى من انديه اوروبا واعتقد هم حتى بس كل هم محتاجينه ان هم يقدروا يحسنوا وضعهم في التعاقدات يعني مثلا اذا افترضنا ان جريزمان مش السنه الجايه باي مبلغ إن كان اكيد مبلغ مش هيقل بنتكلم على 100 مليون يورو او 150 مليون يورو في ظل الاسعار اللي بنسمعها دلوقتي محتاج ان انت تشتري لعيبه اسماء كبيره اسماء تقدر توقف التيم على رجله يعني مثلا الهجوم كان جريزمان اوكي اسمه قوي انما انخيل كوريا اللعيب بيلعب مع الارجنتين في طريقه 4-4-2 بقى بعد ديجو سيميوني لعيب مش بنفس الشكل اللي ممكن اجي اقول لك ان هو يقدر يشيل فريق زي اتلتيكو مدريد حتى جيتن كانوا جايبينه من بنفيكا وكان متالق جدا 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 في بنفيكا كان لعيب قوي جدا كليفت وينجر ممتاز لكن جه اتلتيكو مدريد ما اثبتش نفسه الطريقه حتى بيلعب بيها ديجو سيميوني ال 4-4-2 الصريحه اعتقد كان بقى بحاجه محمد فاروق في قمته ما كان في هيدر احسن خطه ممكن تلعب بيها يعني تستخدم فيها ناس هيدرز كتيره لكن اعتقد هو اتلتيكو طول ما هو هيمشي بيجيب لعيبه فئه اولى وبيقدر ان هو يصرف يعني ما يمشيش بخطه فالنسيا مثلا نادي زي فالنسيا في اسبانيا من الانديه هي بتصدر لعيبه يعني يطلع لعيب صغير ويبدا يبيع وياخد الفلوس ويبدا يشتري وهكذا لكن اتلتيكو مدريد لحد ما اذا حب ان هو يكمل منافسته ويكمل مستواه اللي عمله حتى لما جه خد الدوري من برشلونه من 3 سنين لازم 14. لازم يحافظ على الشكل بتاعه ما يبقاش الفكره بس ان انا بجيب لعيبه متوسطه وابدا اخليها كلاس لا ده صعب في اللعيبه شويه ولكن هم يعني عندهم شكل وهم عملوا شكل الصراحه مع سيميوني هو طبعا. عمل فريق الى حد ما لما تيجي زي ما انت قلت كده في فرق بتبتعد عنه السنه دي هو برضو ماشي بشكل قوي جدا ما بعدش حتى يعني التناسق اللي موجود او الهارموني اللي موجود مع الفريق ما زال مستمر والتماسك موجود مع سيميوني عارف ليه يا كابتن برضو عشان هو عمل تكتيك حلو قوي هو خد حته من مورينيو وخد حته كوره يعني مورينيو طبعا مورينيو مشهور بالباص الاتوبيس اللي هو بيحطه على طول قدام الفرق الكبيره ودايما بيعقد الماتشات وبيخليها صعبه على اي فريق هجومي ده الشكل اللي اوريدي مورينيو اتعود عليه بس من فتره قبل مانشستر دلوقتي وضع مانشستر دلوقتي مع مورينيو مش في قمته يعني سيميوني عمل الشكل الدفاعي اتلتيكو مدريد دفاعيا فريق قوي جدا وكان يتعب حتى في الفاينل قدام الريال لما اتغلب
4-1. فضل 1-0 لغايه الدقيقه 93 لغايه لما جه راموس وحط جون التعادل، وبعد كده احرزت اهداف بدل الاضافه. فاللي اقصده ان هم سيميوني قدر يضيف كوره وتكتيك هجومي جيد جدا للمنتاليتي او العقليه بتاعت مورينيو. الناس بتكرهها يعني عليه مورينيو، انت بتتكلم على مورينيو بيلعب قدام فريق صغير، قدام فريق كبير، قدام فريق متوسط، بلعب بشكل دفاعي بحت، ما بعتمدش على مفتاح، عمري ما بفتح الجيم. لا، سيميوني بيقدر في بعض الاوقات ان هو يفتح الجيم. حتى نفتكر ماتش الفيصل بتاعه مع برشلونه 1-1 لما خد الدوري في الكامب نو. انت بتتكلم الشوط الثاني هم مغلوبين 1-0 الشوط الاولاني، الشوط الثاني فتح الجيم وعايز يرجع في النتيجه. وحتى لما برشلونه بدا يهاجم عشان يجيب الجون الثاني هو بيعمل هجمه مبتدئه بشكل جيد جدا. فبتتكلم على مدير فني فعلا بدا من لا شيء، بدا عمل فريق فعلا كان اسمه القيمه التسويقيه نفسها لاتلتيكو مدريد مش بالشكل اللي بقت عليها مع سيميوني. وهو حتى يعني لما جه كان عنده فرصه وكان عنده عرض من تشيلسي قبل حتى ما يتعاقدوا مع انطونيو كونتي هو رفض وكمل مع اتلتيكو مدريد. طبيعه عارف انديه خصوصا اتلتيكو مدريد انديه اسبانيا في انتماء. يعني ديجو سيميوني مثلا ما قالش مثلا ايه ده، طبعا العقد، طبعا مش عايز اقول لك العقد في انديه انجلترا المدير الفني اضعاف 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 اسبانيا وايطاليا. صحيح اضعاف اضعاف، يعني بتتكلم فرق مبلغ كبير جدا. ولكن الراجل تمسك بناديه واعتقد هو جدد عقده لغايه 2020 وقال لا. هو حتى ابن النادي زي ما بيقولوا كده. نعم صحيح. طبعا يعني طبعا كان لاعب كتير جدا مع مدرب بيمسك فريق يكون هو لاعب فيه، والروح هو حتى يعني هو برده متماشي. يعني زي بالظبط كده ايه كابتن حسام حسن مع المصري، تحس في كيمياء. يعني كابتن حسام حسن ممكن يمسك انديه اخرى لكن ما تلاقيش نفس الكيمياء اللي ممكن يبقى ليه مع نادي مصر. هو لايق على النادي ده. فانا بشوف برضو اتلتيكو يعني سيميوني متماشي جدا مع اتلتيكو مدريد، يحتاج فقط بس ان هو الصيف الجاي يبرم صفقات من كلاس ايه، يجيب لعيبه صف اول، ما يجيبش لعيبه من البرتغال او من ايطاليا صف تاني ويبدا يطورها. لا، الفريق اللي عايز ينافس والفريق اللي عايز يلعب في كاس بطوله يبقى شكله جيد لازم يتعاقد مع لاعبين يقدروا يتحملوا الضغط ويستمروا في منافسه اطول وقت. طب انا هعمل لك مقارنه كده وعايزك تقارن كريم. طبعا انت دائما مميز في هذه الجزئيه، مقارنه ما بين الاهلي واتلتيكو. نعم. كنادي ولا كنادي وك ممكن نتكلم كفريق كره قدم. نعم في الوقت الحالي. في الوقت الحالي طيب بشوف طبعا لو بنتكلم المباراه دي مثلا كانت مباراه رسميه، يعني كان ناخدها من الشكل الرسمي مثلا ما كانتش مباراه وديه. انا اشوف طبعا كان ممكن النادي الاهلي، طبعا شفنا الاسطوره مع كابتن حسام بدري كان واصل لقمته السنه اللي فاتت. كابتن حسام بدري يعني كان مقدم لنا شكل وصل فعلا قمته حتى في ماتش. طيب عشان بس وانا بدون ده الاستاد بتاعهم في افتتاح الاستاد الجديد. نعم. كان تكريم كل رموز نادي اتلتيكو مدريد. طبعا زي ما احنا شايفين كده منظر رائع وشكل جميل. نعم. جدا. ده رموز النادي طبعا، لاعبين قدماء، كل من شارك في وجود هذا النادي من 1903 اللي كان موجود بقى في الوقت ده. يعني طبعا شكل جميل النادي، حتى الشيرت بتاعه جميل. الشكل ده كابتن اعتقد ده اهم ميزه او اهم هدف للكوره. اعتقد يعني دي لحظه اهم حتى من لحظه الفوز بالبطوله او حتى انك تجيب هدف. اللعيب اللي هو ضيع عمره في خدمه ناديه بيجي في لحظه النادي بيقرر. كان طبعا اللعيبه اللي هي سنها عدت ال 60 خصوصا، ما بتكلمش على ال 40 او ال 50، لا اللعيبه اللي عدت 60 وعدت 70 سنه اللحظه دي اعتقد دي بتبقى لحظه فارقه في عمره، ان هو بيتكرم من هذا العدد من الجمهور. خصوصا هو اكيد وهو بيلعب ما شاف، ما حدش بالعدد ده شافه. شافه صحيح. لكن الاجيال الجديده بالظبط وبيتنسي، يعني هو بيتنسي. لكن اعتقد في اللحظات دي اعتقد هو بيحس ان حياته ما راحتش هدر وانه عمل حاجه في الدنيا حتى يعني قبل ما يسيبها. فدي هي دي انا اعتقد هي دي الصوره اللي قدامنا دي، دي اهم هدف لكره القدم وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا. يعني صحيح. خلينا نكمل كلامنا. نعم. كنت بقول لك لو مثلا ماتش رسمي اعتقد الطريق كابتن حسام بدري اللي انهى بيها السنه اللي فاتت كنا بنتكلم ان الطريق اقرب الى 4-3-3 بتواجه ال 4-4-2 بتاع دييجو سيميوني، وبنتكلم ان الفرقتين بيلعبوا طبعا بالصف الاول، يعني بنتكلم هنا وهنا. اعتقد كنا ممكن فعلا نشوف حاجه فعلا تخلينا نتيجه نفتخر بالنادي الاهلي. النادي الاهلي وصل فعلا لمستوى كان رائع جدا، مع كامل طبعا التاكيد ان في نتائج سلبيه بتحصل حاليا نتيجه الاجهاد من وجهه نظري. لازم الناس تعرف ان مفيش لعيب بالذات لعيبه في مصر ما يقدرش يلعب 8 ماتشات في الشهر. يعني انت ممكن 3 سنين برضو الدنيا لحمه في بعض. لا لا يعني بص يا كابتن، بص احنا مش عايزين نقول ان في سبب معين بشكل يعني اجهاد بس او وجهه نظري. يعني هو في جزء كبير اجهاد طبعا وده واضح جدا على اللاعبين، ولكن احنا برضو عندنا اهداف
اكيد اكيد اكيد, أكيد. ولكن الفوز. ولكن الفكره في ايه؟ لازم النهارده نبقى احنا طبعا محطوط بعض الايه الاستثناءات للعيبه. اللعيبه مش مكان, اللعيبه طبعا لازم نستفهم ان اللعيب مش بس انت بتشوف في الماتش بس قدامك في التلفزيون, ولكن اللعيب ده تاني يوم بيتدرب وتاني يوم بيتمرن وساعات ممكن يكونش فيه راحه لمده شهر او شهرين بدون راحه خالص. فلا انا بشوف الماتش ده وكان ماتش رسمي كنا هنشوف مباراه قويه جدا من الناحيه الفنيه, والكابتن حسام بدك على الاقل كان ممكن فعلا يقدم مباراه تكتيكيه عاليه جدا مع ليك. بس انا بقول لك بقى كريم, نعم, دائما لعيبه النادي الاهلي في يوم زي ده طبعا النادي الاهلي في الفريق هيشارك طبعا نجوم عرب هيبقوا متواجدين بشكل كبير, ولكن المباريات اللي زي كده المباريات العالميه, نعم, الوضع بيبقى مختلف. صحيح بالنسبه للعيب نفسه اللي هو بيحب أكيد. حابب ان هو يريح كويس قوي ويشتغل كويس قوي على نفسه عشان, نعم, يلعب مباراه زي كده. اكيد طبعا دي عشان قلت لك هي تبقى فرصه للصف الثاني طبعا اللي هو ما بيشاركش بشكل كبير, مع ان اكيد اللعيبه اللي هتلعب ماتش بتروجيت اشك ان هم يقدروا حتى ممكن يشاركوا 10 دقائق بس, وحتى كده يعني مش هيجروا الجري اللي احنا عارفينه, بس هيمدوا شويه يعني. لكن اكيد لعيبه الصف او لعيبه ما بتشاركش النادي الاهلي اللي هتشارك طبعا دي فرصه ليهم. حتى انا افتكر ماتش النادي الاهلي وروما مع اعتقد كان سنه 2003 2002 2002 2002 بالظبط, كان ايفيلينو وابراهيم سعيد, كان ساعتها النادي الاهلي نتائج, نعم, كان النادي الاهلي ساعتها اعتقد نتائج كانت متاخره في دوري ابطال افريقيا في دور الثمانيه, كان اتغلب من جان دارك في المباراه الاولى, كانت هي المباراه اللي قبل ماتش الرجاء المغربي في المغرب, وساعتها النادي الاهلي قدر يكسب روما 2-1 بالظبط. وكان ساعتها اللعيبه يعني كانش فيه عدم ثقه, يعني كان في عدم ثقه كثيره بين الجمهور بين اللعيبه, ولكن النادي الاهلي لعب مباراه هايله جدا جدا, كان روما حتى من انديه القمه في ايطاليا ساعتها, توتي وباتستوتا كان متقدم جدا طبعا المباراه, صحيح, والنادي الاهلي ساعتها فاز, لكن بعد كده رحنا الرجاء واتغلبنا. بس انا باكد على كلمتك ان الماتشات قدام الانديه الكبيره وطبعا بيشوفها بتنقلها قنوات عالميه ممكن كتيره, اكيد بتفرق مع اللعيب ان هو يعرض نفسه ويبين مهاراته وقدراته قدام لاعبين اوروبيين. طب انا اسالك كريم, واحنا بنتكلم لاول مره مصر بيبقى عندها عدد كبير من المحترفين في التوقيت ده, نعم, اكيد في ظل المباراه زي كده وجود فريق عالمي موجود على ارض مصر وبيلعب فريق كبير زي النادي الاهلي ليه اسمه في الوطن العربي وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا واكيد برضه في المحافل العالميه, احنا وصلنا كاس عالم الانديه 5 مرات, فبالتالي اتحط السبوت بشكل كبير على النادي الاهلي, وهي المرحله الجايه بقى ان احنا الوصول للعالميه, ان انت الاسم لما يتردد مع لعيبه مصريين ووجود النادي الاهلي وبيلعب اتلتيكو مدريد اكيد الوضع برضه بيختلف. اكيد طبعا, لا, ويفيدك في ايه بقى تاني كابتن محمد؟ نقطه مهمه جدا ان انت في فتره مثلا في الصيف شركات التسويق لما بتيجي تدور على فرق تعتمد عليها في الدورات اللي هي بتتعمل في الصيف, يعني مثلا دوره ارسنال, دوره بايرن ميونخ, الدورات الكبيره دي يحبوا يبقى دايما في اسم بيسمعوه كتير, يعني مثلا النادي الاهلي بيلعب اتلتيكو مدريد, يقول لك اوكي بقى النادي الاهلي عندنا بوتنشال جدا او ان هو اختيار اول عندنا عشان نستضيف في البطوله دي يلعب معانا عشان بيتابعوا جمهور كبير, فانت هنا بتسوق لاسمك, وخصوصا كمان ان بعد كده البطولات دي لو انت كنت في يوم من الايام بتدفع فلوس عشان تجيب الانديه دي, هتلاقي نفسها انت بتاخد فلوس, انت بتاخد بقى يعني انت ما بتدفعش حاجه من جيبك خالص, انت بتاخد فلوس عشان تروح تلاعب فريق وتنزل بالظبط. افتكر الاهلي لما جاب برشلونه في المقاويه دفع فلوس, النادي الاهلي في الفتره دي بدا اسمه يعلى قوي قوي عالميا, فجت دوره ارسنال في 2009 وكان فيها برشلونه وسلتك, كلموا النادي الاهلي واستضافوه في البطوله, والاهلي هو اللي خد فلوس ساعتها. فطبعا النقطه دي من اهم نقاط التسويق لاسم البراند بتاع النادي. وطبعا اللعيبه انت بتتكلم على الماتشات دي, اكيد كل فريق في اوروبا عندهم فريق سكاوتنج, فريق كشافين, ده معاهم في كل حته. فريق بقى مش اقول لك سكاوت شغال فريلانسر او لوحده, لا, ده النادي نفسه معاه سكاوت, يعني في ناس سكاوت بيشوفوا اللعيبه اللي هم بيلعبوهم ماتشات وديه ماتشات رسميه ايا كان, ويبص عليه. بس مستواه في الماتش طبعا مش هو اللي بيحدد ان هو يروح او ما يروحش, لا, هو بس بيديله مؤشر, انا ممكن اتابعه خلال الست شهور الجايين, مثلا لو لاعب برز او عمل شيء اداء جيد جدا في المباراه دي يبدا السكاوت يبص عليه ويتابعه في 6 شهور, وممكن يقول له لا والله اللاعب ده من ساعه ما لعبناه في شهر 12 بصيت عليه 6 شهور مع فريقه في بطوله محليه وفي بطوله القاريه مثلا زي دوري الابطال, والله مستواه كذا, ويبدا يجيب له الاحصائيات بتاعه وارقامه, ويبقى بوتنشال بعد كده ان هو يبقى ممكن يحترف في اوروبا. فهي كلها هي منظومه بتمشي, اهمها بدايتها ان الماتشات دي فعلا نادي فيها اقصى ما يمكننا ونستفيد منها على الجانب التسويقي
ونفيد بلدنا وطبعا اللعيبه عوده مره اخرى على المستوى الشخصي للمباريات دي برضو يا كريم. يعني انت بقالك فتره تقريبا كأندية مصرية بسبب إلى حد ما بعض الأحداث اللي موجودة سببها من إرهاب أو أو, أو 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 حاجات كتير جدا حصلت في الفترة اللي فاتت. النادي الأهلي بيرجعها مرة تانية، بيدي الروح مرة تانية، وده الدور الوطني للنادي. يعني زي ما النادي بيعمل دور أقول إيه يعني يعني في منافسة وناس بتشجع الأهلي وناس بتشجع الزمالك بتشجع الإسماعيلي بتشجع المصري، لكن في الآخر كلنا مصريين. حاجة زي كده المفروض نقف ورانا، بترجع اسم بلدنا بدل ما يقعد وكالات الأنباء العالمية بتذكر اسم مصر بس في المشاكل وفي الأحداث الإرهابية وما إلى آخره. لا، أنت اسمك بيتذكر في أمور نادي أتلتيكو مدريد بكامل نجومه بمجلس إدارته متواجد في مصر. إحنا بنحتاجين حتى الماتش ده عشان الجمهور، يعني الكابتن محمد يعني محتاجين طبعا. بقى جمهور يرجع كفايه يعني بصراحه، يعني بقالنا سنين كتيره ومحتاجين كلنا نساعد. يعني مش لازم نيجي نفتح موضوع الجمهور لا نقول لا دي عليك انت لا دي عليا انا، لا ده دي فرصه. مثلا الماتشات دي مشاهد منتخب مصر كنا بنشوف فيها مشاهد جيده، فلما تلعب ماتش مع اتلتيكو مدريد والجايه اسبانيا تحضر في مصر اكيد مفيش مشاكل، وانت بتحضر مثلا عدد كبير مش اقل من 40,000 في الاستاد بيحضر والماتش بيعدي على خير، ده مؤشر جدا لينا. اتمنى 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 تبقى 2018 سنة عودة الجماهير. طبعا اتمنى، يمكن سمعنا يعني ممكن من الدور الثاني بعض كده الارقام اللي ممكن من عدد من الجماهير يخشوا، نتمنى. لكن المباريات اللي زي كده فعلا بتدي طمأنينة بشكل كبير للمسؤولين في دخول الجماهير، واكيد احنا متوقعين ان شاء الله اليوم هيبقى جميل يعني. اكيد ان شاء الله باذن الله. طب خليني اكمل معاك المقارنات ما بين الفرقتين حتى كبطولات. يعني طبعا لا بطولات الفرقتين طبعا مش عايز اقول في ثقل واصل للنادي الاهلي في عدد البطولات. لا بطولات اعتقد بقى النادي يعني انديه اوروبا نفسها تعاني كلها، يعني مش قلت اتلتيكو مدريد بس، لا انديه اوروبا كتير من انديه اوروبا هتعاني مع النادي الاهلي في موضوع البطولات. بتتكلم النادي الاهلي يعني احنا دلوقتي حاليا النادي الاهلي بينافس ريال مدريد على زعامه بطولات العالم، برشلونه بيبعد شويه. احنا ما حسبناش البطولتين بتوع اللي كنا واخدينهم في احد البطولات الاوروبيه في الستين والسبعينات، فبرشلونه هو 17 بطوله يعني بعيد شويه. لما احنا بنتكلم عن النادي الاهلي بينافس ريال مدريد على زعامه العالم، فلا بطولات اتلتيكو مدريد لا يقارن بالنادي الاهلي طبعا، مع اختلاف طبعا مسابقات عشان ممكن مثلا الساده المشاهدين تقول لك قارن ما بين الدوري المصري. بس احنا بنتكلم يا كابتن محمد في الحته دي الاستمراريه، يعني حتى لو البطوله ده حاجه مهمه جدا على فكره، حتى لو البطوله انت اكيد ما حدش هيختلف ان دوري ابطال افريقيا على مدار 100 سنه عمره ما يقارن بدوري ابطال اوروبا بكل ده اكيد، والدوري المصري لا يقارن بالدوري الاسباني اكيد، منافسه مختلفه والظروف كل شيء مختلف. ولكن احنا بنتكلم عظمه النادي الاهلي في الاستمراريه، انك بتخلق عند الناشئ الصغير ان هو فريق 14 انت بتلعب عشان المكسب مش البطوله، ما بتلعبش مجرد انت عايز تبقى رياضي وخلاص، لا وما بنتكلمش حتى في الكوره بس، ده في جميع اللعبات الاخرى. فلا احنا طبعا كتاريخ بطولات وتحقيق بطولات، لا انا اشوف ان براند النادي الاهلي في الحته دي اهم اتلتيكو مدريد، بدليل النهارده كل الصحف النهارده بتيجي مثلا تتكلم على ريال مدريد لما كسب كاس عام الانديه باسم النادي الاهلي بيذكر، حتى لما كان برشلونه بيكسب دوري الابطال وبيزود بطولاته العالميه والقاريه صحيح. اسم النادي الاهلي كان بيذكر، فده طبعا حاجه مشرفه. طيب خلينا واحنا بنتكلم على التسويق اللي انت بتتكلم عليه كريم، طبعا ما ينفعش ان احنا نتكلم ويكون معانا على الهاتف من السعوديه دكتور سعد شلبي، طبعا واحد من اساتذتنا الكبار في التسويق الرياضي والاقتصاد. طبعا دكتور سعد مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن محمد، تحياتي ليك وحضرتك. طيب تحياتي طبعا استاذ كريم سعيد طبعا معانا في الاستوديو، طبعا بيسلم على حضرتك كتير. تحياتي الاستاذ كريم وسعيد بالحوار اللي موجود وحوار راقي في الحقيقه وبهنيكوا عليه. دائما بنسعد بيك يا دكتور حبيبي ربنا يخليك، بس انا سعيد كمان ان انا بسمع صوتك بقالنا فتره ما شفناكش، ولكن اكيد دكتور سعد شلبي وهو بيشوف ان النادي الاهلي في الفتره الجديده دي وفي ظل طبعا مجلس اداره النادي الاهلي الحالي، واكيد خطوه مهمه جدا وتوقيت مهم جدا في ان يكون في مباراه بقيمه الاهلي وبقيمه اتلتيكو مدريد في التوقيت ده حتى تسويقيا لمصر وللنادي الاهلي يا دكتور. يعني زي ما حضرتك ذكرت كده في البدايه، اسمح لي ان انا اهني طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب وتمنياتي لهم بالتوفيق ان شاء الله والسداد. المباراه الموجوده ما بين الاهلي واتلتيكو مدريد ان شاء الله يوم 30 هي بتيجي تحت عنوان التسامح ودعوه للتسامح، وفي الحقيقه المباراه عنوانها يتوافق تماما مع الوثيقه البيضاء اللي اصدرها الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي المفوضيه الاوروبيه اكدت على مبدا مهم جدا في الرياضه، ان الرياضه اداه في ماده رقم 3، الرياضه اداه لمواجهه العنصريه والعنف والتمييز واداه للتسامح بين مختلف الشعوب. وبالحقيقه هنا دي بتنقل مصر للتواصل مع الاتحاد الاوروبي بشكل واضح جدا في تحقيق رؤيه جديده للاتحاد الاوروبي متبنيها للرياضه عبر واحد من الانديه المهمه. يمكن اتلتيكو مدريد، انا مستمتع جدا بالحوار بتاع حضرتك وبتاع الاستاذ كريم، اتلتيكو مدريد واحد من اهم الانديه العالميه، يمكن الارقام هي اللي بتؤكد ذلك، يعني الارقام هي اللي تؤكد الحقائق ده. حقيقي العلامه التجاريه لاتلتيكو مدريد النهارده قيمتها هي العلامه رقم 13 في العالم، في عالم كره القدم، يعني بتتكلم على 793 مليون اورو قيمه العلامه التجاريه بتاعت اتلتيكو مدريد، رقم 13 في وسط الانديه الاوروبيه الكبيره، عنده طبعا عملاقين كبار دولت موجودين. ده بالنسبه للتسويق بتاعنا. اتلتيكو مدريد كمان اهميته في حاجتين مهمين جدا. النادي الاهلي في المرحله الجديده مع مجلس الاداره الجديد حط برنامج وعنده ملف اسمه ملف التعاون الدولي، المسؤول عنه المهندس خالد مرتجي، وبدا يفعل هذا الملف من خلال استضافه الانديه الكبيره اللي زي اتلتيكو مدريد، عشان هو عايز يتواصل مع الاسواق الرئيسيه في عالم كره القدم. في اسواق جديده بدات تتفتح، اتلتيكو مدريد واحد من اللاعبين الرئيسيين في هذه الاسواق. على سبيل المثال اتلتيكو مدريد هو النادي تقريبا رقم 3 في العالم اللي متواصل مع اسواق امريكا اللاتينيه، يعني لما انت عايز تخش امريكا اللاتينيه لازم تشوف علامه تجاريه تستطيع ان هي توصلك للاسواق اللي انت عايزها. جميل. وعلى فكره ده بالنسبه لنا كنادي اهلي جديد جدا، ان احنا كنا مركزين على الاسواق في منطقه اوروبا والاسواق العربيه والاسواق الافريقيه، والى حد ما عندنا حصه كويسه كنادي اهلي من خلال مشاركتنا زي ما حضرتك ذكرت في 5 بطولات كاس عالم، فكانت كلها في اليابان، فبدا العلامه التجاريه بتاعه النادي الاهلي تبقى لها مكانه كويسه في الاسواق الاسيويه. الناتج بتاع ده ان احنا حتى بدا لعيبه من النادي الاهلي بدا يتم تسويقها في الاسواق الرئيسيه في اسيا زي النادي الصيني، عندنا لعيب من النادي الاهلي بدا يخش النادي الصيني. لكن فكره مجلس الاداره الجديده من خلال البرنامج اللي هو حاطه انه عايز كمان يفتح اسواق جديده، اتلتيكو مدريد هو النادي رقم 3 في اسواق امريكا اللاتينيه، هو المدرسه اللاتينيه مركز عليها جدا. ده رقم 1. رقم 2 ان في تجربتين اتلتيكو مدريد بيعملهم احنا محتاجينهم جدا في السوق المصري وخصوصا النادي الاهلي. اول حاجه اتلتيكو مدريد عمل تجربه لسه انتوا عرضتوها في الفيلم التسجيلي الجميل اللي عرضه الاعداد عند حضرتك، وانا بحييه، افتتاح الاستاد الجديد. النادي الاهلي عنده في البرنامج بتاعه استاد جديد. صحيح. اتلتيكو مدريد عنده استاد كان استاد قديم بيسع ل 52,000 متفرج، والنهارده الاستاد الجديد بيسع 67,000 متفرج. يمكن استاذ كريم مشكورا بيقول ان اتلتيكو مدريد مطلوب منه مبالغ ماليه عشان يشتري اللعيبه اللي من الصف الاول مش من الصف الثاني، فمحتاج يطور ايراداته. ايرادات ريال مدريد اتلتيكو مدريد هي في الحقيقه ما زالت ايرادات محتاجه ان هي تتطور وتنمو. يعني اتلتيكو مدريد في ال20 الكبار، في 20 نادي كبار على مستوى العالم في هيئه سوق المال، هو رقم 13 ب 227 اورو. المبلغ ده ما زال ضعيف جدا بالنسبه لبرشلونه وريال مدريد وبالنسبه للمنافسه داخل السوق الانجليزي. عنده تجربه بس عمل التجربه بتاع الاستاد، فاحنا كنادي اهلي محتاجين ان احنا كمان نبص على التجربه، مش بس المباراه من الناحيه الفنيه، ده كمان تجربه تسويقيه كبيره جدا، لان هو عنده التجربه دي نجحت وجاب رعاه للاستاد بتاعه من السوق الصيني، فاحنا كمان بنعرض نفسنا داخل الاسواق الصينيه كنادي اهلي. صحيح. عشان لما نبدا نخش في المشروعات الاستراتيجيه بتاعت مجلس الاداره الجديد ويبدا يحطها على ارض الواقع، تبدا انت الشركات العالميه عارفه العلامه التجاريه بتاعت النادي الاهلي. المهمة القضية الرقم 3 اللي احنا دايما بنعاني منها في مصر، وهي قضية البث التلفزيوني. اتلتيكو مدريد على فكرة هو النادي اللي ضغط بشكل قوي جدا على الحكومة الاسبانية عشان تخلي البيع جماعي، لان زي ما حضرتك تعلم ان الدوري الاسباني لحد 2000
و15 كان بيع فردي. فالعملاقين الكبار ريال مدريد وبرشلونة هم اللي كانوا مسيطرين على السوق، كل واحد بيجيله 189 مليون أورو، فهو مش عارف يشتري لعيبة لأن الإيراد بتاع كان أتلتيكو 64 مليون أورو، فمش قادر يخش في الحصة دي. فحصل عنده طفرة من حاجتين في البث التلفزيوني، أتلتيكو مدريد عمل فيهم مدرسة في التسويق في الحقيقة في التسويق الحقوق البث، أو بحاجة أنه ضغط وخلى البيع جماعي، وأصدر الملك في إبريل اللي فات ده قرار بأن البيع بتاع الدوري يبقى جماعي، فأتلتيكو مدريد رفع نصيبه من 64 ل 118 مليون في 2017 موسم 16-17. وأعتقد ده درس مهم برضو إحنا محتاجين نبص على التجربة دي، وأعتقد أن ده واحد من الأهداف الاستراتيجية للنادي الأهلي، أن هو يبدأ يطور الإيرادات التجارية بتاعة كرة القدم، مش بس بتاعة النادي الأهلي. الأهلي عودنا دايما أن هو اللي بيقود عملية التطوير لمختلف الأندية المصرية. في الحقيقة ده مش تحيز للنادي الأهلي، لكن هي دي الحقيقة اللي هتمكن كل الأندية أن هي تطور إيراداتها من خلال التجربة دي. صحيح. الدور بقى الاجتماعي ده مهم، وده له إيراد مالي كبير جدا، اللي هو النادي الأهلي الهدف الاستراتيجي من المباراة. النادي الأهلي بيطبق استراتيجية جديدة احنا بنسميها في التسويق، سواء كان في الأندية الرياضية الكبيرة زي النادي الأهلي وأتلتيكو مدريد، CSR او SSR اللي هي المسؤولية الاجتماعية للرياضة. وده دور النادي الأهلي. النهارده بدا الاهلي يخش، وكان الاول بيخش بافراد. لو حضرتك تفتكر اعلانات الكابتن الخطيب لدعم المشروعات الوطنيه زي 57 3 57، لكن النهارده احنا بنخش. ايوه معاك يا دكتور، اتفضل مع حضرتك. النادي الاهلي النهارده بيعمل بقى دور مؤسسي اكبر، مش الدور الفردي. يعني كان الكابتن خطيب السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان بيقوم بهذا الدور بشكل فردي، ان هو يدعم المشروعات الوطنيه زي ما ذكرت حضرتك 57 3 57، باعتبارها احد المؤسسات الوطنيه اللي موجوده في مصر في مشكلات السرطان ثم مشكلات الفقر اللي كان بيعملها في القرى. النهارده بقى النادي الاهلي بيخش بشكل جديد خالص، وهو ان المؤسسه بالكامل كنادي اهلي بجماهيره باعضائه بكل قيادات النادي الأهلي بقناة النادي الأهلي بتدعم أحد الواجبات الوطنية تجاه شهداء هذا الوطن. صحيح. اللي ضحوا بأرواحهم في محاربة الإرهاب، وبالتالي ده بيعزز مكانة النادي الأهلي والتحامه مع القضايا الوطنية الاستراتيجية. وده يمكن كان برضو أحد الحاجات اللي متضمنة في البرنامج الانتخابي للأهلي بدأ يحطها حيز التنفيذ فعليا. القضية بقى رقم 5 اللي ذكرها برضو أستاذ كريم وأنا بحييه وبحيي حضرتك عليها، هو الجمهور. المسؤولية القانونية اللي احنا لازم كلنا نلتزم بيها، لأن احنا بنخاطب النهاردة 320 مليون متابع متوقع ان هم يعني يتابعوا هذه المباراة، سواء في الأسواق الرئيسية بتاعت أوروبا اللي هي أندية تابعة لأتلتيكو مدريد، أو في الأسواق بتاعت أمريكا الجنوبية زي ما ذكرنا، أو في السوق الرئيسي اللي هو السوق الصيني اللي فيه دلوقتي أكثر من 765 مليون مشاهد. يعني السوق الصيني الواحدة فيها هذا العدد الكبير من المشاهدين. فأعتقد إحنا النهاردة كمان بنأدي رسالة إن الجماهير هتحترم احترامها للقانون، هذا جزء من المسؤولية الاجتماعية إن النادي الأهلي عايز يعززها، إن جماهير النادي الأهلي سوف تدعم القضايا الوطنية وأيضا تحترم القانون الذي ينظم المباراة وينظم إجراءات الدخول والخروج من وإلى الاستاد. والنادي الأهلي كمان بيعمل رسالة ثالثة في هذه المسؤولية، هي مسؤولية أخلاقية تجاه المواطنين المصريين، بأنه بيتحمل تجاه هذا الوطن مسؤولية أخلاقية والإحساس بالمشاعر. الدعم المالي هو ليس له قيمة كبيرة في مقابل الدعم المعنوي اللي هتقدمه هذه المباراة اللي احنا متوقعين ان تذاكرها تصل لحد 50,000 مشاهد، اللي هو الساعة الرسمية او التذاكر الرسمية اللي تم طرحها، ودي كمان هتعمل دورة اقتصادية مهمة في المجتمع احنا محتاجينها. فمن خلال البرنامج بتاع حضرتك ومن خلال الحلقة الجميلة اللي حضرتك بتعملها والفريق الإعداد، احنا يعني بنشكر النادي الأهلي ومجلس إدارته وبنشكر حضراتكم، ونتمنى ان الجمهور أنا بس احنا متابعين. قبل ما اختم معاك يا دكتور، بس هو سؤال بسيط دائما، النادي الأهلي احنا بنقول ان هو الحمد لله بيوصل للعالمية من خلال تواجده في البطولات العالمية، احنا محتاجين ان احنا نوصل بقى ونبقى لينا فانز في دول اوروبا. احنا عندنا طبعا في الشرق الاوسط في الخليج، من خلال الفتره الجايه برضو ده مهم جدا. اعتقد برضو مجلس الاداره من خلال مباريات زي كده
يبقى لينا مشجعين من دول اوروبا يا دكتور، ولا يعني راي حضرتك ايه؟ برضه حضرتك استاذنا طبعا. في الحقيقه النادي الاهلي يمكن انتوا عرضتوا حاجه في بدايه الحلقه، اللي عرضتوا التطور التاريخي للمباريات الدوليه اللي لعبها النادي الاهلي، ومنذ نشاه النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب مع كبريات العلامات التجاريه في كره القدم، وبالتالي النادي الاهلي اصبح واحد من العلامات التجاريه الرئيسيه اللي موجوده في عالم كره القدم، وله حصه في كل الاسواق. يمكن لكن حصتنا الكبيره السوق الافريقي، احنا الحصه الكبيره، احنا اكبر نادي في العالم النادي الاهلي، اكبر علامه تجارية في العالم لها مشجعين داخل موطنها، يعني احنا اكبر من ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، احنا اكبر نادي، احنا حصة بتاعة المشجعين عندنا جوه السوق المصري 59 مليون مشاهد. احنا كمان في حاجة مهمة المباراة دي بتعملها بشكل يمكن في نوع من الدهاء شوية، على الرغم ان احنا عندنا مسؤولية اجتماعية، لكن احنا ما نسيناش نركز على العلامة التجارية بتاعت النادي الاهلي. انت عندك نجوم من الدول العربية سوف يشاركون في هذه المباراة، وبالتالي الاهلي من خلال مشاركة النجوم في العالم العربي بيستعيد اسواقه في الدول العربية، لان الفرق الكبيرة بدأت تاخد حصة كبيرة مننا. ده المباراة احنا بنعملها فيه بشكل برضو موجود على ارض الواقع. كمان احنا بناخد حصة زي ما قلت لحضرتك دلوقتي من المشجعين في امريكا اللاتينية، ده مهم جدا ان احنا نتواصل معاهم، ان السوق ده احنا يمكن حضرتك لو رجعت التاريخ بتاع النادي الاهلي مش هتلاقي ان احنا كان عندنا فرق كتير من امريكا اللاتينيه جت لعبت عندنا، على الرغم من هناك ان في فرق كبيره، وده المنجم الموهبه دلوقتي كلها جايه من امريكا اللاتينيه، لان اوروبا بدات تجف شويه اسواق الموهبه الرئيسيه في اوروبا، نشفت شويه، وفي ايضا القاره الافريقيه بدات تنشف، فالسوق الواعد في الموهبه الرياضيه اللي لسه عنده الخير هو امريكا اللاتينيه، وده ممكن يدي لك مصدر للعيبه تعرف من هو النادي الاهلي وسمعته وقدرته، وبالتالي لما تيجي تتعاقد دي تسهل لك امور كبيره جدا. فاعتقد ان المباراه ليها اكثر من هدف. تمنياتنا بالتوفيق مع النادي الاهلي وجماهيره، والحضور ان شاء الله يبقى بكثافه كبيره يتناسب مع مكانه النادي الاهلي ومكانه مصر والرساله الساميه اللي احنا عايزين نحققها من خلال المباراه. دكتور بشكرك على معلوماتك القيمه. طبعا دكتور سعد شلبي طبعا استاذ الاقتصاد والتسويق الرياضي، حاجه محترمه، كلام يعني محترم، يعني كثيرة. مجموعه من المعلومات ممكن تكون مش موجوده في اذهاننا، يعني خرج بيها لينا دكتور سعد ووريها لنا بشكل كبير. كابتن محمد طبعا معلومات دقيقه بالارقام، بس انا هقف عند اهم معلومه في وجهه نظري انا الشخصيه الدكتور سعد قالها، ان النادي الاهلي دايما يهتم بالمعنويات اكتر من الماديات. الجمله دي لازم نقف عندها كتير جدا جدا، لو فعلا النادي الاهلي منذ نشأته خلق لاسباب معنويه مش ماديه. النادي الاهلي طول عمره تلاقي هدف معنوي وطني، مثلا سنه 19 النادي الاهلي بيقف هو بيمصر الامور. فالنادي الاهلي، كلمه النادي الاهلي، ودي انا احب اقولها للولاد الصغيرين اللي طبعا بيشجعوا النادي الاهلي عشان خاطر طبعا كلنا بنحب الكوره، كلنا الكوره دي احلى حاجه في حياتنا، مفيش مشكله خالص، لكن النادي الاهلي لم يخلق للكوره، النادي الاهلي خلق للامور المعنويه. يعني مصر في محنه، النادي الاهلي موجود، هو دور الاهلي فعلا زي ما انت بتقول كده في البدايه، ده الاساس. صحيح صحيح. ده الاساس طبعا، احنا انتقاد اللعيبه وبدايه حسين حجازي والزمالك خد ايه واحنا خدنا ايه، ده ما فيش مشكله خالص، لكن ده سكند اوبشن، فيرست اوبشن او الاختيار الاول لينا. النادي الاهلي ليه؟ النادي الاهلي يعني شيء مميز في مصر، وربنا سبحانه وتعالى يعني حارسه وحاميه يعني طوال التاريخ، عشان الامور المعنويه هي الاهم. اي حد يحب يشتغل في النادي الاهلي، اتمنى في سواء في اداره سواء في اي بوزيشن، دايما يحط الامور المعنويه قبل الماديه. اللي هيحط الامور الماديه قبل المعنويه يعرف ان هي مساله وقت، وبعد فتره او يعني فتره معينه اكيد تفكيره هيلاقي ان هو خطا، ولكن هو داخل في منافسه او اي شيء هي نفسه اكيد. انا بقول لك دايما كريم، اللي بيخش النادي الاهلي نعم. هو بيخدم النادي الاهلي وبيخدم بلده. نعم. زي ما بقول صحيح. دايما النادي الاهلي البوزيشن اللي فيه هو نعم. خدمه الوطن نعم. وخدمه طبعا صحيح. الكيان اللي احنا فيه، لان احنا جزء من الوطن الكبير ده، وزي نعم. ما بقول احنا المباراه معموله عشان في الاول في الاخر خدمه وطننا. كريم انا بشكرك، كنت سعيد جدا جدا كابتن محمد، بجد يعني حاجه محترمه كريم طبعا كريم. كريم سعيد يعني من الناس اللي انا كنت انا بتفرج عليه، شرفني يا كابتن، شرفني يا كابتن، واستمتع بيك دايما في يلا كريم. يعني ده كان كلامي مع كريم، وبخصوص المباراه يمكن المقارنه كريم قال لي عليها ما بين الاهلي واتلتيكو بعيده خالص في جزء البطولات، وده وضع طبيعي، لكن ان شاء الله
دائما النادي الاهلي في العالي دائما باستمرار. هيكون معايا بعد الفاصل عمر ربيع ياسين، هنتكلم بقى على الجزء الفني بالنسبه لفريق اتلتيكو مدريد وبعض النجوم اللي موجوده فيه، وازاي النادي الاهلي ممكن يواجه هؤلاء النجوم اللي اكيد جايين مش جايين يهرجوا. قطار المارد الأحمر من القاهرة حاصدا البطولات المحلية حتى استحق عن جدارة لقب بطل القرن في أفريقيا ووضع صوب عينيه العالمية. وساعات من واحد ولم كرة وخد معاه اثنين وبيلعبها عالية يخش على الأسلام. الأهلي يحرج مونشن غلادباخ. كان فيه بطلا للدوري الألماني لثلاثة أعوام متتالية 1974 1975 و 1976. كلهم بيستنوا الماتش ده ومش سر ابدا، ايه سحبت فيه وبعضهم بيطلبوا بالقمر الصناعي، يعني مباراه كبيره قوي ونتمنى ان الجمهور واحنا نتمتع بيها لان هم دول ذخيره مصر اللعيبه. ولعب الاهلي المباراه في منتصف بطوله الدوري الممتاز موسم 76 و77 وحقق الاحمر لقبها برصيد 50 نقطه بفارق 5 نقاط عن الزمالك الوصيف. ولعب جلادباخ المباراة بعد فترة قليلة من خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف. وأعد الأهلي حفل تكريم للضيوف. مساء يوم المباراة أقام النادي الأهلي حفل عشاء تكريما للفريق الزائر. وشهدت تلك المباراة واقعة طريفة بعدما بدل محمود الخطيب قميصه مع صفوة عبد الحليم قبل انطلاق اللقاء للهروب من رقابة لاعب الفريق الألماني. وخاض العملاق الألماني المباراة بكامل نجومه على رأسهم جون ترنيدر ومدرب المنتخب الألماني فيما بعد بيرتي بوكس. لازم
خاض الأهلي المباراة بكامل النجوم، وشهدت المباراة تألقا لافتا لأسطورة الأهلي محمود الخطيب. وأدار المباراة الحكم حسين فهمي، وعاونه محمود عواض ومصطفى الغزاوي. وافتتح هيليكس التسجيل لجلادباك. يحط الجول الاولاني، يحط الجول الاولاني لمرح باشا هيليكس. ومنح احمد عبد الباقي التعادل لابناء الجزيره. واحرز يانسن الهدف الثاني للضيوف. فيما سجل انور سلامه هدف تعادل الاهلي. وقدم الأهلي مباراة رائعة ليفرض التعادل على بطل البوندسليغا بهدفين لكل منهما. زي ما احنا شايفين في تقريرنا عن هذه المباراه، مباراه الاهلي وموشن جلادباخ دي 1976 واللي اتعادل فيها النادي الاهلي 2-2. طبعا كابتن احمد عبد الباقي وكابتن انور سلامه هم اللي احرزوا هدفي النادي الاهلي في هذه المباراه، كان بمشاركه طبعا مجموعه من النجوم طبعا على راسهم كابتن محمود الخطيب في هذا التوقيت. طبعا مباريات زي ما بقول لكم الانديه العالميه اللي لعبها النادي الاهلي كثيره. النهارده واحنا بنتكلم على اتلتيكو ما زلنا طبعا بنتكلم على نادي كبير، نادي هو الوصيف بالنسبه للدوري الاسباني حتى الان، 10 بطولات دوري بالنسبه للدوري الاسباني، 10 كاس الملك الاسباني، يعني مجموعه من البطولات الخاصه بهذا الفريق العريق اللي هيكون متواجد ان شاء الله يوم السبت لملاقات النادي الاهلي في مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد، و تحت شعار السلام. طبعا السلام ده هو زي ما قلنا قبل كده هو لغه كل العالم، دائما من مصر احنا بنودي هذه الرساله لكل العالم من خلال هذه المباراه واهميتها بالنسبه لينا كمصريين. في البدايه لازم طبعا يكون معايا واحد مميز جدا في جزئيه الكره العالميه، هو عمر ربيع ياسين، هيتكلم معايا على جزئيه اتلتيكو مدريد واهميه الفريق وبيلعب ازاي وبيتعامل ازاي مع المباراه سواء الوديه او الرسميه والنجوم اللي كانوا موجودين على مدار تاريخ هذا الفريق العريق. عمر طبعا انا برحب بيك ومنور عمر، اكيد واحنا بنتكلم عليك لازم طبعا نذكر طبعا كابتن ربيع ياسين، واحد من الناس برضو اللي لعبوا مباريات عالميه مع طبعا النادي الاهلي. طبعا يعني طبعا برحب بحضرتك كابتن فاروق، يمكن موجود على شاشه قناه النادي الاهلي، القناه اللي ليها فضل علينا، ويمكن يعني اتشرف ان انا ابقى موجود سواء في القناه او مع حضرتك نتكلم بقى وباستفاضه على فريق اتلتيكو مدريد واهميه المباراه. اكيد يا كابتن المباراه يمكن مباراه عالميه، مباراه النادي الاهلي متعودنا دايما على 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 مبارياته الوديه العالميه سواء مع ريال مدريد سواء مع روما سواء يعني مع كل الانديه اللي لعبها، يمكن ده اللي انا حضرته. لسه بنتكلم على الاهلي ومونشن جلادباخ والاهلي وبنفيكا، نتكلم على مباريات كبيره جدا يا كابتن فاروق. ف ليا شرف النهارده ان شاء الله ان احنا نتكلم بقى بالتفصيل الممل خلال تواجدي مع حضرتك على كل ما يخص اتلتيكو مدريد ان شاء الله. خلينا نتكلم بقى على اهميه المباراه عمر من وجهه نظرك انت الشخصيه، يعني وجود مباراه زي الاهلي واتلتيكو في التوقيت ده وتحت شعار مميز جدا اسمه السلام، نعم السلام ورساله سلام للعالم من خلال دور الرياضه ودور كره القدم وبالاخص النادي الاهلي ودور الوطني دايما باستمرار عمر.
اكيد يا كابتن. في البدايه طبعا يعني احنا قلنا الاهلي معودنا دايما على مباريات عالميه، الاهلي دايما معودنا على انه تكون للرياده في التنظيم في الاداره في التخطيط، فطبيعي جدا مباراه تحت شعار مباراه الاهلي او مباراه السلام، اعتقد يا كابتن فاروق ان المسج واضحه جدا، مسج تحت شعار يعني مباراه اولا مخصص دخلها طبعا للشهداء الوطن طبعا، فدي حاجه محترمه جدا من مجلس الاداره كمان ان احنا نلغي الدعاوي وكل التذاكر تبقى طبعا بتكلفتها. على فكره عشان مجلس الاداره بالكامل اشترى طبعا، ما انا بقول لحضرتك عشان تبقى فاهم، انا بقول لحضرتك اصل كابتن اسعار التذاكر مش الاسعار الكبيره، اسعار يقدر الفرد ان هو يقدر يوفرها، فبالتالي الاسعار كلها او الفلوس كلها هتروح لشهداء الوطن طبعا. فبالتالي مباراه مهمه جدا بنختم بيها سنه 2017، يمكن سنه يمكن الاهلاويه يمكن كان عندنا ثلاث بطولات حققنا منهم بطولتين، اعتقد ان شاء الله يعني السنه الجايه تكون ثلاثيه ان شاء الله لجمهور النادي الاهلي. يعني فيها طبعا عده مكاسب يا كابتن، اكيد طبعا احتكاك قوي للعيبه اللي مش بتشارك، اكيد طبعا رساله للعالم عشان خاطر مصر قد ايه ان احنا نوضح للعالم ان مصر بلد الامن والامان، جمهور اللي هيكون متواجد وطبعا ده هيكون ليه دور كبير جدا جدا في مسجز او رسائل كثيره جدا، منها ازاي جمهور منظم، ازاي جمهور النادي الاهلي. لسه كان دكتور سعد بيتكلم مع حضرتك وبيقول ان النادي الاهلي اكثر نادي في العالم عنده جمهور داخل بلده، فتخيل بقى حضرتك احنا ازاي جمهور الاهلي من دلوقتي بيفكر في دخله معينه، بيفكر في المسجات او الواجهه ازاي هتكون للعالم. مباراه هتكون يعني كفايه ان جورنان ان جريده ماركا مثلا ماركا الاسبانيه العالميه، جورنان اس، جورنان موندو ديبورتيفو، وات ايفر، ايه يعني عندنا يمكن اربع خمس اسماء في الصحافه الاسبانيه تتكلم على المباراه وتتكلم عن النادي الاهلي وتتكلم على الجماهير، فاعتقد زي ما حضرتك قلت ان دي حاجه مهمه جدا جدا. فان شاء الله النادي الاهلي يمكن مش اول مره ينظم، مش اول مره الجمهور ده يكون صحيح موجود في مباريات كبيره، ويشرف طبعا اللعيبه ويشرف مجلس الاداره ويشرف كل المحبين النادي الاهلي. مش كل الناس تقدر تروح، لكن يعني هو احنا كلنا بنيابه عن بعض طبعا واثقين في الجمهور اللي هيكون موجود. ان شاء الله يا كابتن بقى تكون يعني فعلا البدايه الحقيقيه لعوده الجماهير. احنا قبل كده كان في كذا مباراه يمكن رسميه دوليه ما كانش فيه، يمكن كان في جمهور لكن بعد كده الجمهور ما رجعش، فنتمنى ان شاء الله ان تكون بقى دي البدايه الحقيقيه لجمهور النادي الاهلي ان هو يرجع وجمهور مصر كله ان شاء الله. طيب عمر، خلينا قبل ما نروح ونتكلم على فريق اتلتيكو مدريد، مشاركه النجوم العرب يعني بالنسبه لهذه المباراه ايضا لحد ما بيضفي لهذه المباراه واحتفالياتها الكبيره، اكيد عامل مهم جدا، وهو ان العرب كمان متواجدين، كل الدول العربيه متواجده بكل نجومها في كره القدم سواء من الامارات السعوديه البحرين، يعني مجموعه كبيره من النجوم العرب هيبقوا متواجدين ايضا. بص يا كابتن، يعني هي وزي ما حضرتك ما قلت دي مباراه بس مش النادي الاهلي اللي هيشارك فيها، لا ده مباراه هيشارك فيها كل نجوم العرب لكن تحت مسمى النادي الاهلي، وده يبقى بينك قد ايه المباراه مش بس هتكون متشافة على الصعيد بس المصري او الصعيد الاوروبي، لا ده على الصعيد الخليج كله هيشارك. يمكن حضرتك قلت ان في جنسيات عديده جدا، يعني ابرز يمكن عندنا اسماعيل مطر زينا فهد المولد، بنتكلم على اسماء تقيله جدا في الكره العربيه طبعا والكره الخليجيه، فبالتالي حضرتك هتلاقي بقى ايه متابعه من السعوديه، هتلاقي متابعه من الامارات، هتلاقي متابعه من البحرين، كل العالم العربي بيتفرج عليك، كل اوروبا بتتفرج عليك. يمكن فدي المباراه دي يا كابتن فيها مكاسب عديده جدا جدا جدا، يمكن لما بقى حضرتك المباراه تخرج بالشكل المثالي، المباراه تخرج بالشكل اللي احنا نتمنى ان شاء الله. ودايما يا كابتن النادي الاهلي فيه ميزه او في كده حاجه احنا اتعلمناها، النادي الاهلي ما بيفرقش ما بين مباراه رسميه ومباراه وديه، النادي الاهلي بينزل عينه على المكسب، جمهور الاهلي اتعود على كده، والنادي الاهلي عودنا على كده ان هو ما بيقبلش بان هو يبقى عنده مباراه وديه وينزل يستعرض او ينزل تبقى مباراه بدون اهميه. لا شفنا مباراه ريال مدريد، يمكن انا حضرتها كنت صغير، يمكن كنت 10 سنين ولا حاجه، كنت موجود في الاستاد حريص، كنت متفاعل جدا مع المباراه 1-0، كان عندنا امل مع رغم ان هي مباراه وديه لكن كان عندنا الحماس. مباراه روما، يمكن مباراه برشلونه الاهلي ما كسبش لكن كانت مباراه طبعا حاجه تحفه وحاجه روعه في احتفال مئويه النادي الاهلي. فاكيد يا كابتن النجوم العرب دول اكيد هيكون لهم شان واكيد هيكون لهم دور، سواء ان هم تواجدهم نفسه في المباراه او سواء مشاركتهم مع نجوم كبيره جدا، خصوصا ان فريق اتلتيكو مدريد جاي بكل نجومه، يعني كل نجومه اكيد هنتكلم عليهم طبعا، فدي حاجه مهمه جدا ومميزه لينا كمصر وكعالم عربي وكجمهور النادي الاهلي. طيب يعني واحنا بنتكلم ان هم جايين بكامل نجومهم فاكيد مركزين بشكل كبير. عمر، خلينا نتكلم على فريق اتلتيكو مدريد في الفتره السابقه، ونتكلم على يعني مجموعه من الامور الخاصه بفريق ريال مدريد او اتلتيكو مدريد انا اسف، واحنا عارفين ان الهداف التاريخي
انت قلت لي اسمه لويس اراغونيس. يعني وصححت لي معلومه ممكن تكون خاصه به، افضل مدرب بالنسبه لهم. يمكن لويس اراغونيس من يمكن الناس فاكره ان سيميوني هو هو اكتر مدير فني يمكن حقق نجاحات مع فريق اتلتيكو مدريد. لا، هو لويس اراغونيس يمكن حقق، هو اللي يفرق عن طبعا يعني الفرق ما بينه وبين سيميوني. سيميوني حقق طبعا يعني هو حقق 3 كاس اسبانيا، حقق بطوله دوري، حقق بطوله سوبر. سيميوني حقق طبعا يمكن دوري وسوبر وكاس، ففي في فرق طبعا في البطولات للويس اراغونيس. كمان لويس اراغونيس يمكن قاد فريق اتلتيكو مدريد للصعود بيه من دوري الدرجه الثانيه لدوري الممتاز. لكن خليني اقول لحضرتك على حاجه، يعني هي طبعا يمكن مناسبه او هي صدفه، ان عام 2017 العام اللي هيلاقي فيه فريق النادي الاهلي فريق اتلتيكو مدريد، ده افضل عام على التوالي لفريق اتلتيكو مدريد منذ طبعا نشأته في عام 1903. طبعا يمكن فرق 5 سنين ما بينه وبين النادي الاهلي. لكن ليه بقى 2017 هو يمكن اربع سنين؟ انا قلت 1903 1907 1907 1903 بالظبط، اربع سنين فرق ما بين الناديين. لكن عايز اقول لحضرتك ليه بقى فريق اتلتيكو مدريد هو الافضل في 2017 على مدار تاريخه. اتلتيكو مدريد يمكن على الرغم من خسارته في المباراه الاخيره في الدوري الاسباني من اسبانيول في الجوله 17 بهدف مقابل لا شيء، يمكن في اخر دقائق في المباراه، الا ان اتلتيكو مدريد لعب في الليجا عام 2017 38 مباراه، انتصر في 24 وتعادل 11 مباراه وخسر 3 مباريات، سجل 65 هدف واستقبل 21 هدف وحقق 83 نقطة. ده طبعا يمكن 2001 هو عام كان مميز، يمكن اميز من ده، لكن ده كان في الدوري الدرجة الثانية. فاحنا بنتكلم على اتلتيكو مدريد في طبعا الليجا الاسبانية الممتازة، هو ده انجح عام بالنسبة لهم. فبالتالي احنا يمكن صدفة يمكن مهمة جدا ان النادي الاهلي يكون عارف ان هو طبعا، واكيد هم عارفين ان هم هيلعبوا خصم قوي جدا، خصم عنيد. نتكلم على طرق اللعب، نتكلم على ابرز اللاعبين. يمكن ميزه اتلتيكو مدريد كابتن فاروق ان هو ما بيقفش دايما على لاعب، يمكن في اسماء كثيره جدا 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 ممكن هنتكلم عليها دلوقتي تالقت ومشت من اتلتيكو مدريد، وبعد كده ممكن ما توفقش او ممكن تستمر لعده مواسم، بعد كده ترجع تاني من جديد للفريق. فبالتالي الفريق مش من النوع اللي هو بيزعل قوي وطبعا يعني وبيكون شايل من حد لما بيمشي، بالعكس هو بيكون مرحب جدا لو في عرض محترم وعرض رسمي للاعب بمبلغ محترم. وبالتالي لو ما وفقش بيرجع تاني للنادي. طبعا اكيد هنتكلم يمكن ابرز الاسامي ممكن الناس ما تكونش يعني اجويرو ده كابتن كان بيلعب في اتلتيكو مدريد اجويرو ده في اخر مباراه ليه، بنتكلم على المباراه اللي هي اتلعبت يوم السبت والحد، مع لما كسبوا 4-0 بورموث، احتفل بهدف رقم 100 بس على ملعب الامارات. جويرو ده كابتن واحد من دلوقتي تخطى طبعا يمكن الهداف التاريخي لفريق مانشستر سيتي. لكن يعني هنتكلم في حاجات كتير. طيب خليني اقول لك اهم ما يميز فريق اتلتيكو. بص يا كابتن، يعني سيميوني لما من اول ما مسك من 2012 هو مصمم على طريقه 4-4-2، هو مؤمن بيها جدا جدا ما بيغيرش. اتلتيكو مدريد احنا عارفين ان هو طبعا يمكن في اخر 5 مواسم او اخر 5 سنين وصيف اوروبا الشامبيونز ليج مرتين، فده وده مش من فراغ. سيميوني لما جه مسك فريق اتلتيكو مدريد عمل شكل للفريق، عمل تقل للفريق، كله بقى يعمل حساب لفريق اتلتيكو مدريد. وبالتالي احنا لو بنتكلم على تشكيله قويه جدا، عندهم نص ملعب قوي جدا، عندهم يمكن جابي توماس بارتي واحد من الاثنين الاقوياء جدا في نص الملعب، عندهم خط الهجوم. سيميوني دايما بيهتم يا كابتن بخط الهجوم. وايه الهدف من ان هو يهتم بخط الهجوم؟ هو شايف ان هو فريق ما بيروحش للجون كتير، فلما يكون عندي راس حربة او عندي 2 رؤوس حربة اقوياء جدا على اعلى مستوى، الكوره اللي انا هروح بيها للجون او لو انا رحت في الماتش يمكن 5 مرات او 6 مرات واجيب منهم جونين، ده بيكون بالنسبه له نجاح. فبالتالي نتكلم على خط هجوم قوي جدا. كمان مين بقى اللي بيعود ليهم؟ ديجو كوستا. ديجو كوستا طبعا اعتقد يعني يمكن انا لو بفكر مكان ديجو سيميوني، ان انا لو لعيب، هو انتقل طبعا من تشيلسي
لاتلتيكو مدريد. لكن في الاول زي ما قلت لحضرتك ان هو انتقل من اتلتيكو لتشيلسي، طبعا اللاعب نفسه حب ان هو يعود من جديد لفريق اتلتيكو مدريد، وانا لو من سيميوني اكيد هجيبه معايا وهيكون موجود عشان اجربه قبل مباراتي الرسميه اللي هتكون يوم 6. الدوري الاسباني هيبدا يوم 6 يناير، فبالتالي يمكن عندي اسبوع، فدي هتكون اخر مباراه وديه لفريق او للعيبه اللي مش بتشارك عشان خاطر اقف على مستوياتهم. فبالتالي زي ما بقول لحضرتك خط الهجوم عندنا جريزمان، عندنا طبعا هكلمك على المجموعه دي، خلي بالك يا عمر خليني بس اروح، واحنا اتكلمت على دوري الابطال ويمكن هم ما احرزوش هذه البطوله كانوا دوري الابطال، ولكن دائما الفرق يعني لما بيبقى فيها اسم او ما بتبقى في مجموعه معينه بالنسبه لفريق اتلتيكو مدريد دايما بيبقى بيسببوا خوف للفرق الثانيه طبعا من ادائهم المميز. خليني اروح لتقرير مع فريق اتلتيكو عن دوري الابطال ووجودهم في دوري الابطال وارجع اكمل كلامي مع عمر ربيع ياسين. فرض فريق أتلتيكو مدريد الأسباني نفسه عملاقا على الساحة الأوروبية والعالمية، وذلك خلال السنوات القليلة الماضية بفضل أدائه القوي الذي مكنه من تحقيق عدة إنجازات في عالم الساحرة المستديرة. وعلى الرغم من إنجازات الروخي بلانكوس التي فرضت نفسها على الساحة مؤخرا، لكن يبقى دوري أبطال أوروبا البطولة العصية على فريق العاصمة الأسبانية، حيث خاض الأتلتي المباراة النهائية للبطولة الأهم في القارة العجوز لثلاث مرات من قبل، وفشل في تحقيق لقبها بعد خسارته في الثلاث نهائيات. وكانت المرة الأولى التي تأهل فيها أتلتيكو مدريد إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ عام 1974، وخسر فيها برباعية دون رد. وانتظر أتلتيكو مدريد حتى عام 2014 كي يتأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ليلعب في لشبونة أمام جاره اللدود ريال مدريد، ويخسر اللقب أيضا في مباراة درامية لجأت إلى الوقت الإضافي الذي ابتسم للملكي، وانتهت المباراة بفوز الريال بأربعة أهداف لهدف. وعاد أتلتيكو مدريد ليواجه الريال في نهائي دوري الأبطال عام 2016، إلا أنه فشل في الثأر من الملكي وخسر بنتيجة 5-3 في ركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية المباراة بتعادل لهدف لكل فريق. عمر، يمكن قبل التقرير الخاص بفريق أتلتيكو مدريد ووجوده في دوري أبطال أوروبا كنا هنتكلم على النجوم. طبعا نجوم أتلتيكو مدريد احنا في انتظارهم، لأن انت طبعا كجمهور النادي الأهلي متابع بشكل طبعًا كبير للدوري الأسباني ومتابع بشكل كبير لفريق أتلتيكو، خصوصا لما النادي الأهلي أعلن كمان عن وجود مباراه مع اتلتيكو. فبالتالي النجوم الكبار دول زي اللي انت هتقول اساميهم حالا، عندنا جريزمان طبعا من اللاعبين اللي عامل مشاكل من اللي فات، او مش مشاكل، برشلونه عايزه، وهو يعني خلي بالك يعني هم قدموا شكوى في برشلونه عشان جزئيه ان هم بيتكلموا قبل عقد ماتيه، احتمال تبقى حاجه يعني كده وكده يعني عشان خاطر كان في لعيب برشلونه عايزه من فيريال، مش متذكر اسمه بالظبط عشان ما اقولش معلومه غلط. اتلتيكو مدريد اتفق مع برشلونه ان هو هيديله جريزمان مقابل ان هو يتنازل عن مفاوضاته مع اللاعب ده، وفي نفس الوقت قالوا ان احنا هنبين يعني هنعمل شكوى، هنبين للجمهور ان احنا عملنا شكوى عشان خاطر غضب الجمهور ان جريزمان لو اتباع تبقى مشكله جدا، يعني مشكله كبيره جدا للفريق. فقصه كده هم مظبطينها مع بعض، لكن هتبان في شهر 6 و7 او 7 و8 في موسم انتقالات الصيفيه. لكن خلينا نتكلم على ابرز النجوم، يمكن ابرز النجوم يا كابتن فاروق، يعني بنتكلم على جريزمان، اكيد ديجو كوستا واحد من النجوم اللي هتكون متواجده. كوستا زي ما احنا قلنا انتقل من اتلتيكو مدريد لتشيلسي، طبعا عمل موسم رائع جدا مع فريق تشيلسي، لكن الكيمياء بتاعته ما مشيتش مع كونتي. يمكن هو شارك كونتي في حصول تشيلسي على بطوله الدوري، كان واحد من الاعمده الاساسيه في فريق تشيلسي قوي جدا. كمان الغريبه كابتن فاروق ان انت تبص على شكله تلاقيه كبير في السن، لكن هو في الحقيقه عنده 28 سنه 29 سنه، فهو صحيح يعتبر لسه في العشرينات، فواحد هيكون من اللاعبين المتواجدين اعتقد من وجهه نظري. وبالتالي
اكيد مشاركته هتكون حتميه واساسيه. لسه هما خارجين من مباراه. سيميوني هيبقى عنده سيناريوهين. السيناريو الاولاني ان هو يبدا طبعا باللعيبه اللي مش بتشارك كبدايه للمباراه، وبعد كده يبدا ان هو ينزل النجوم كلهم. طبعا حضرتك عارف ان اسبوعين فتره كبيره جدا على لعيب كره القدم ان هو ما يلعبش مباراه وديه، فبالتالي هو عنده السيناريو الاولاني، يا اما يبدا بالتشكيله اللي مش بتشارك او يبدا بالتشكيله الرئيسيه والاساسيه بتاعته اللي هو هيشارك بيها في مباراه الاسبوع المقبل في الدوري الاسباني. يمكن اتلتيكو مدريد يمكن بنسبه يمكن 70% او نتكلم ممكن نسبه أقل 60% فقد، يعني يمكن فقد بعض الشيء الأمل في الدوري، يمكن خسارة أخيرة، وكمان كل النتائج بتلعب في صالح برشلونة. صحيح. ريال مدريد يمكن خسر، فالنسيا خسر، أتلتيكو مدريد خسر، وهم الثلاثة دول اللي بينافسوا فريق برشلونة. فبنتكلم طبعا يمكن دول اللعيبة يا كابتن فاروق اللي احنا ودننا متعودين عليهم، لكن طبعا في خوان فران، في فيليب لويس لاعب تشيلسي السابق أيضا اللي انتقل لأتلتيكو مدريد تاني، بنتكلم على طبعا ساؤول، بنتكلم على كوكي، بنتكلم على أوبلاك الحارس المميز اللي عنده عروض من كل أندية أوروبا، بنتكلم على توماس بارتي اللاعب الغاني. توماس بارتي واحد من اللاعبين المميزين اللي طبعا سيميوني كان ليه إيد كبيرة جدا في إن هو يكتشف هذا اللاعب، يمكن مقاتل في نص الملعب. بنتكلم على جابي، بنتكلم على جاميرو، بنتكلم على طبعا يمكن كابتن الفريق والنينو فرناندو توريس، واحد من اللاعبين المميزين جدا جدا في خط الهجوم. يمكن فرناندو توريس احنا قلنا الهداف التاريخي لفريق اتلتيكو مدريد هو لويس اراجونيز ب 173 هدف. فرناندو توريس هو الوحيد من اللاعبين اللي المتواجدين حاليا عنده 121 هدف. بص يا كابتن، هو ليه فرناندو توريس ما تخطاش لويس اراجونيز؟ عشان خاطر في طبعا يمكن 3 4 سنين قضاهم في ليفربول وتشيلسي، وبالتالي كان بعيد عن فريق اتلتيكو مدريد، فما كانش عنده فرصه ان هو يجيب ان هو يتخطى لويس اراجونيز. لكن اعتقد ان هو يعني عادته صحيح، لكن هو يا كابتن خالد 121 هدف من 173 هدف هي اكيد نسبه كبيره، يعني صعب كمان. لا بس هو لو فضل في الملاعب موجود الدوري الاسباني عدد الاهداف فيه ممكن ممكن يحصل. بص يا كابتن فاروق، سياسه سيميوني من المدربين اللي بتثبت الطريقه، لكن في موضوع الهجوم هو بيفكر شويه، اللي بيجيب لي اهداف هو انا اللي العب بيه. والدليل ان جريزمان ثابت. طبعا هو جريزمان واحد من النجوم اللي بيعتمد عليهم. هتلاقي مثلا جاميرو بيلعب ماتش، توريس بيلعب ماتش، كاراسكو بيلعب ماتش، جاميرو بيلعب ماتش، توريس. هم عنده ثلاث اسامي. يمكن كاراسكو ممكن ما يكونش بيلعب راس حربه صريح، لكن بيلعب على الاطراف اكتر. بس انا بقول لحضرتك في سياسه سيميوني في ان هو برضو في الحته الهجوميه تبقى عنده ازاي. يعني سيميوني عنده بعض العيوب اللي هنتكلم عليها في طريقته كمدير فني، لكن ده ما يمنعش ان هو مدرب ناجح جدا، وهو ذكي جدا يا كابتن فاروق. عمل ايه؟ عمل حاجه كده اكذوبه، ان عشان خاطر لما يخفق هي دي تبقى الحجه بتاعته، ان فريق اتلتيكو مدريد بالنسبه للاخفاق في بطوله الدوري، يعني في بطوله الدوري او في اي بطوله، ان فريق اتلتيكو مدريد يمكن ما عندوش لاعبين ومظلوم دايما، يعني ما عنديش لاعبين، وكمان موقوف بقالي سنه، ما عنديش. حضرتك عارف ان فريق اتلتيكو كان موقوف سنه من التعاقدات في الصيف الاخير والشتاء، فبالتالي هو عنده اول موسم هيتم فتحه طبعا، او اول موسم انتقالات شتويه هيتم فتحه بعد سنه، هو موسم الانتقالات اللي هيكون بعد ايام. فبالتالي سيميوني يا كابتن يعني هو عارف امكانيات لعبته، وفي نفس الوقت هو يمكن عمل اللي هو عايزه وحقق معظم طموحاته اللي بيحققها كمدير فني مع فريق اتلتيكو مدريد. لكن البطوله الوحيده اللي يمكن مرتين ما حلفوش التوفيق الشامبيونز ليج. لكن 4-4-2 دي الطريقه الرسميه بالنسبه له. هو بيثبت طبعا، بيلعب باوبلك في حراسه المرمى، 4 في خط الدفاع، بيلعب بخوان فران ناحيه اليمين، بيلعب بسافيتش، بيلعب بجودن، بيلعب بفيليبي لويس. طبعا دي 4 في خط الظهر، 2 في نص الملعب، بيلعب بجابي وتوماس بارتي، بيلعب طبعا طرفين كوكي وساؤول، واثنين روس حربه جريزمان وجاميرو. وزي ما قلت لحضرتك بيبقى في بعض الاسامي اللي ممكن نكون مش بناخد بالنا منها، زي توريس، زي كاراسكو. اتكلم على 2 لعيبه ليهم مفاتيح لعب قويه جدا، لكن زي ما بقول لحضرتك ان سيميوني طريقه لعبه بتبقى دايما يعني دايما بيلعب على الضغط العالي جدا. هو حضرتك مدرب لما كان بيلعب كان مدرب قوي جدا او لاعب قوي جدا، بيحب التاكلز، بيحب ان هو يبقى عنده الجرينتا الروح العاليه، فده نقله للعيبه. لكن في بعض الاوقات بتبقى عيب وبتبقى ميزه. بتبقى عيب لما لعيبه اتلتيكو مدريد بيحصل ما بينهم مشادات ما بينهم وبين الفرق الثانيه زي برشلونه وزي. بص يا كابتن، يمكن دي صوره كنا حريصين. بص يا كابتن، دي مباراه يا كابتن ضد فريق اتلتيك بلباو. يمكن من الحلول اللي انت لو عايز يمكن
تضايق بيها فريق اتلتيكو مدريد تلعب ضغط عليهم في نص ملعبهم. كرة مع توماس بارتي، لعيبه اتلتيكو بالباو او اتلتيك بالباو 1 2 3 4 على 2 لعيبه في نص الملعب او يمكن في نص ملعب فريق اتلتيكو مدريد. فبالتالي لو انت عايز تضايق في لعيبه فريق اتلتيكو مدريد لازم تضغط عليهم من نص ملعبهم، ولازم ما تدهمش فرصه للمساحات. هم حضرتك لو بصيت على فيليبي لويس الظهير الايسر اللي موجود ناحيه الشمال هتلاقي ان الكره بتتحضر له عشان تتلعب ناحيه الشمال عشان خاطر بيبداوا هجمه جديده. لكن عايز اقول لحضرتك ان فيليبي لويس لازم او لابد من ان سيميوني يوجد البديل للاعب ده عشان اللاعب ده انهك بدنيا ونفسيا وكل حاجه، ما عندوش يمكن ما فيش بديل بيلعب كل الماتشات، ما فيش باك ليفت احتياطي لفريق اتلتيكو مدريد. فبالتالي دي يمكن لقطه، اكيد هيبقى معانا لقطات ثانيه لكن دي لقطه مهمه جدا جدا جدا. فبنتكلم على حاجتين، بنتكلم اول حاجه على الضغط، نتكلم على ازاي ايه الحتت اللي ممكن فريق النادي الاهلي يلعب عليها عشان خاطر يزنق بيها فريق اتلتيكو مدريد. هنا طبعا دي صوره بتبين لنا ان اتلتيكو مدريد ضعيف فين؟ ضعيف في الماركينج او ضعيف في بعض الاوقات اللي بيحصل فيها رقابه. هنا لو حضرتك هتبص هتلاقي اللاعب جارسيا لاعب اتلتيك بالباو بيجري في طبعا ورا. نوضح عشان ده نفس اللبس بتاع اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد يا كابتن الازرق. أيوة برافو على حضرتك عشان بس تاخد بالها بس. صح فاتتني ده يا كابتن معلش. واتلتيك بالباو طبعا بيلعب على ملعبه فهو الابيض في الاحمر. جارسيا اللي عنده السهم ده كابتن مفروض ان هو بيتحرك في ظهر الباك رايت، فبالتالي اللعيب اللي معاه الكوره هيلعب له الكوره هيضرب بيها 1 2 3 3 لعيبه هيتضربوا عشان الكوره تروح ناحيه اليمين ده ناحيه الشمال لفريق اتلتيك بالباو ويستغل المساحه اللي موجوده في خط الدفاع. فسهل جدا ان انت تضرب فريق اتلتيكو مدريد لكن صعب جدا ان انت يبقى ما عليكش الضغط العالي بتاعهم. ازاي تنفذ من الضغط العالي؟ حضرتك عارف بالباصات الكتيره جدا بالسرعات اللي موجوده ما بين طبعا خط الدفاع وبين نص الملعب بالتحركات العرضيه بالوان تو بالاوفرلاب. كل دي طبعا حاجات تكتيكيه فنيه. طبعا اعتقد ان كابتن حسام بدري كفيل جدا ان هو يكون محفظ لعيبته حاجات يمكن احنا بنتكلم بس بنشرح، لكن اعتقد ان هو هيكون في شغل تكتيك فني عالي جدا. بالنسبه للشكل الهجومي عمر وانت بتتكلم كده على ده، ما زلنا طبعا ده في الشكل الدفاعي واللي يقدر يستغله كابتن حسام من وجهه نظر عمر طبعا ومتابعته الفريق. احنا جبنا كابتن بعد اللقطات اللي هنتكلم فيها هجوميا ودفاعيا. كابتن الشكل يعني الشكل الهجومي اللي انا اللي مميز بيه فريق اتلتيكو مدريد هو ان هو زي ما بقول لحضرتك بيعتمد على طرفين يعني مهاريين جدا. بنتكلم على ساول، بنتكلم على كوكي. يمكن ساول ده واحد من اللاعبين اللي بيحلم بيهم اي فريق في اوروبا، لكن حضرتك عارف ان طريقه 4 4 2 بعض الشيء يمكن هو سيميوني محفظه ومعرفهم طريقه اللعب، يعني من الاخر زي ما بنقول مشربهم طريقه اللعب. فبالتالي ساول وكوكي ناحيه اليمين هيبقى عندنا لازم باك ليفت وباك رايت يبقوا عارفين يعني ايه يعني طبعا يكونوا حريصين على التغطيه العكسيه. ده رقم واحد. رقم اثنين بنتكلم على اثنين مهاجمين او ثلاث اربع مهاجمين ايا كان مين اللي هيكون موجود يا كابتن فاروق. لازم اثنين مساكين يكونوا مصحصحين جدا. نتكلم على جريزمان. جريزمان طبعا من رؤوس الحربه اللي بتنزل تستلم من تحت. جريزمان مش محطه، جريزمان مش راس الحربة يا كابتن فاروق اللي بيطلع اللي هو اللي بيهد دفاع اللي بيبقى دايما تدخلاته عنيفة. لا، هو يحب يروح يستلم الكورة ويجي لك بوشه عشان خاطر يلعب واحد على واحد. بيبقى عنده مهارات زي التصويب من بره منطقة الجزاء، بيبقى عنده مهارات زي مهارات الكرات الثابتة. فبالتالي احنا ما ينفعش نعمل كرات يمكن فاولات او اخطاء بره منطقه الجزاء بكثره. تاني حاجه لازم جريزمان يتلعب معاه مان تو مان، سواء هو لو بدا في طبعا من منطقه ال 18 اللي هو من بدايه راس الحربه كمركزه، الى ان هو لو نزل. لازم يكون في تنسيق ما بين المساكين اللي موجودين في خط الدفاع، مين اللي هيستلم جريزمان لو نزل نص الملعب يستلم. نفس الوقت ديجو كوستا لو لعب، طبعا جاميرو لو لعب، توريس لو لعب. يمكن توريس سريع جدا، توريس قوي، هو ده توريس. يعني توريس وكوستا وجاميرو ثلاث مهاجمين محطات موجود، فدول شويه هتلاقيهم ان هم ايه ملتزمين بخطه السترايكر او اللي هو المهاجم الصريح، لكن جريزمان بينزل يستلم وبينزل وبيعمل. فالشكل الهجومي زي ما قلت لحضرتك بيكون طبعا الطرفين رؤوس الحربه مع الزياده سواء من جابي او من توماس بارتي اللي بيعتمدوا بشكل كبير على الشوط وكمان الكرات الثابته. لو نفتكر يمكن معظم كرات او اهداف فريق اتلتيكو مدريد بتكون عن طريق الكرات الثابته سواء من ضربه ركنيه او من فاولات، بيكون مع يعني فيها اكثر من لاعب مهاري زي جريزمان وزي طبعا ساول. ولو كراسكو لعب حضرتك يمكن توهج كراسكو في الشامبيونز ليج الفريق كان الثاني
الثاني نهائي لفريق اتلتيكو مدريد اللي خسر فيه من الريال. كراسكو كان موجود واحرز هدف التعادل، وواحد من اللاعبين المهارين كراسكو بلجيكي طبعا، وعنده مهاره عاليه جدا، سريع، عنده مقومات اللاعب يمكن يكاد يكون اقرب للمثاليه، لكن طبعا في مشاكل ما بينه وبين سيميوني، فطبعا اللاعب نفسيا مش مستريح، مش مبسوط، لكن واحد من اللاعبين اللي ما فيش شك يا كابتن فاروق لو لعب هيكون ليه برضه شكل كبير. لكن انت بتشوف ان هو مش هيغير في طريقه اداؤه مثلا سيميوني 4-4-2 يا كابتن صريح، لكن تجربه اللاعبين هتبقى وارده طبعا. ما احنا يا كابتن بنتكلم في نقطتين، بنتكلم ان هو عنده دلوقتي، يمكن احنا بنتكلم ان الدوري الوحيد اللي شغال في العالم هو الدوري الانجليزي. فالدوري الانجليزي خلاص ما فيش مشكله، انت بتلعب ماتشاتك الاساسيه، فعندك فريقك الاساسي اللي انت بتلعب بيه. لكن كل الدوريات، الدوري الالماني مريح، فاكيد في ماتشات وديه، في جزء اجازه وفي طبعا ماتشات وديه. بنتكلم على الدوري الايطالي والدوري الاسباني، هم اللي هيلعبوا، هياخدوا يمكن اسبوع واحد بس اجازه، وبعد كده يكملوا تاني في المباريات. فاحنا بنتكلم على ان انت دلوقتي كمدير فني اكيد اكيد جاي مباراه قويه، عارف ان انت هتلاعب خصم زي النادي الاهلي، فريق قوي، فانت برضه مش هينفع انت تخسر. فبالتالي انت الحافز اللي موجود عند اللعيبه عندك اكيد حافز كبير، ان انت كل واحد يثبت نفسه وكل واحد عايز ياخد فرصه على حساب اللاعب اللي بيلعب في مكانه. فانا قلت لك هم سيناريوهين، اول حاجه الطريقه ثابته مش هتتغير 4-4-2، اللي هيتغير هو احتماليه وجود لاكثر من لاعب في اكثر من مركز عشان خاطر سيميوني يطمن ويتاكد على معظم اللاعبين اللي موجودين. حضرتك عارف برضو ان فريق تشيلسي اقصي من الشامبيونز ليج، يمكن كان بيلعب في مجموعه فيها تشيلسي وفيها فريق روما وفيها كاراباك، يمكن تشيلسي يمكن ما كسبش كاراباك، يمكن كاراباك ده اضعف فريق في المجموعه، ما كسبش الماتشين، لو كان كسب مباراه واحده من الماتشين كان زمانه صعد مع فريق تشيلسي. لكن للاسف اتلتيكو مدريد بيروح لليوروبا ليج، واعتقد ان دي نقطه سوداء في طبعا في الفتره الحاليه لسيميوني. فهنشوف اكتر من لاعب، هنشوف اكتر من تشكيلتين لاتلتيكو مدريد، نجوم كثيره، لكن طبعا ان شاء الله يكون الغلبه احنا بنتكلم عليهم. عمر خلينا نروح لتقرير فيها نجوم طبعا اتلتيكو مدريد، ونرجع نكمل كلامنا مع عمر ربيع ياسين. يترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة التي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بنظيره أتلتيكو مدريد الأسباني في 30 ديسمبر الجاري على ملعب برج العرب في الإسكندرية، وذلك تحت شعار السلام ضد الإرهاب. ويخوض الفريق الأسباني المباراة بكامل نجومه، على رأسهم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، والأوروغوياني ديوغو جودين، والبلجيكي كراسكو. ويدخل الأتلتي المباراة تحت الإدارة الفنية للمخضرم الأرجنتيني دييغو سيميوني، وتشهد قائمة الأتلتي كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة في القارة العجوز، من أبرزهم الحارس السلوفيني يان أوبلاك، والظهير البرازيلي فليبي لويز، والثلاثي الأسباني خوان فران وجابي وفرناندو توريس. ويقدم الأتلتي أداء مرضيا لعشاقه في هذا الموسم، حيث ينافس الروخي بلانكوس على الثلاث جبهات، الدوري والكأس الأسبانيين بجانب دوري أبطال أوروبا. عمر، احنا بنتكلم على نجوم اتلتيكو مدريد، وبنتكلم على طريقه لعب سيميوني امام النادي الاهلي، واكيد مش هيتم تغييرها. يعني هو راجل عايز يطبق حاجه هو عايز بيعملها في الدوري الاسباني ومن خلال فريقه، وهي مباراه وديه قويه امام فريق قوي زي النادي الاهلي، احسن فريق في افريقيا، فبالتالي هو بالنسبه له تجربه مميزه. النادي الاهلي بقى في الوقت اللي هو برضه عنده مباريات مهمة، عنده مباراة قبلها بيوم بالزبط. أمام بتروجيت، عنده بعديها بكام يوم مباراة مهمة في ديربي أو اللقاء القمة ما بين الأهلي والزمالك، ثم مباراة أيضا السوبر مع المصري في الإمارات. فبالتالي أيضا كابتن حسام البدري وهو بيلعب المباراة بيفكر هي احتفالية، ولكن مهم جدا ان انت تلعبها بشكل مميز، ومهم جدا حتى جمهور النادي الاهلي في ذاكرته مباراه ريال مدريد، في ذاكرته مباراه روما روما، يعني حاجات كتير جدا كابتن حسام البدري اكيد هو بيفكر فيها، حاطط حسابات حاجات كتير. طبعا يا كابتن ما فيش شك ان زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان جمهور النادي الاهلي متعود دايما على المكسب، واللي عودنا على المكسب هو النادي الاهلي، اللعيبه اللي موجوده حاليا بمجلس اداره، مش مجلس اداره واحد، لما كل مجالس الاداره اللي موجوده هم كلها سياسه واحده، النادي الاهلي بيكسب على طول، ده مش حاجه عيب. يعني احنا يمكن نحقق مشروع المكسب
خساره لكن متعودين على المكسب على طول، ده حاجه تشرفنا يعني كجمهور نادي الاهلي. ففي نفس الوقت زي ما حضرتك ما بتقول اللعيبه يا كابتن اللي جايه، اللعيبه العرب اللي هتبقى موجوده أو سواء اللعيبه المصريه زي كابتن حسام غالي اللي هيرجع يكون موجود، كلهم لعيبه على اعلى مستوى. وانا ما اعتقدش يا كابتن لما يكون في ضيوف جاي عليك ان هم كمان جايين يلعبوا في ملعبك في ارضك وسط جمهورك في مصر البلد طبعا حضرتك عارفها وبالنسبه لهم عامله ازاي، ما اعتقدش ان هم هيلعبوا غير باقصى حاجه عندهم. يمكن كل واحد كمان هو مش بيلعب مباراه ضعيفه، مش بيلعب مباراه يمكن مع فريق ضعيف مثلا او اسمه قليل، لا ده بيلعب مع اتلتيكو مدريد، بيلعب في مصر، بيلعب في سد برج العرب، بيلعب قدام 60-70 ألف متفرج، بيلعب باسم النادي الأهلي وتيشيرت النادي الأهلي. وأعتقد يا كابتن إن تيشيرت النادي الأهلي دي يعني طموح وحلم لأي حد إن هو يلعب تحت اسم النادي الأهلي وبفانيلة النادي الأهلي. فبالتالي كابتن حسام البدري هيبقى سياسته أكيد إن هو مركز على الفوز، مركز على إشراك أكبر عناصر موجودة طبعا عشان خاطر زي ما حضرتك قلت عنده يمكن مباريات مهمه، كان عنده مباراه قبلها بيوم، لكن انا اعتقد اللعيبه اللي هتشارك في المباراه بتروجيت اعتقد ان هي مش هتكون موجوده في المباراه. ده طبيعي يا كابتن، ده طبيعي. يمكن احنا عارفين ان اللاعب اللي بيشارك 90 دقيقه بيتكلم القوام الاساسي كده، ما احنا كابتن بنتكلم فيه دايما. لما كنت بتلعب مباراه اساسيه تاني يوم تجري خفيف حوالين الملعب، ممكن مثلا مساج او ممكن جاكوزي او ممكن ساونا او ممكن بعض التدريبات اللي بتكون فيها استشفاء، بعد كده خلاص يومك بيخلص. فطبيعي يا كابتن مش هيكون عندك حمل عالي وبعد تاني يوم تلعب حمل عالي طبعا، لا. فبالتالي يا كابتن انت عندك لعيبه كتيره جدا في النادي الاهلي مش بتشارك، محتاجه فرصه، محتاجه تثبت نفسها. وانا ما اعتقدش ان هيجي لهم فرصه احسن من مباراه اتلتيكو مدريد عشان خاطر يشاركوا، وكمان هم مش بيشاركوا لوحدهم، لا معاهم نجوم عرب، معاهم نجوم على اعلى مستوى. وحاجه كابتن المهمه اللي ممكن تكون حضرتك اكيد واخد بالك منها، موضوع ان انا سوق نفسي. انا ممكن انا لعل وعسى ان انا مثلا لاعب صغير في السن اشارك طبعا. ممكن يجي لي عرض، تمام، ممكن اكون موجود في الفريق الاول. حسام بدري مش واخد باله مني، لا ياخد باله مني. وكمان حضرتك عارف اكيد هيتم تصعيد بعض الناشئين اللي هتكون موجوده عشان خاطر اماكن معينه، ده لو كابتن اكتفى بالناس اللي موجوده، عشان خاطر كل ده طبعا في الاخر هيصب بالصالح او بالبوزيتيف عليهم. فكابتن حسام اكيد كلامه هيبقى مكسب، نادي الاهلي اكيد ان الجمهور اللي بره ده مش هيبقى بالمكسب، لكن في نفس الوقت عايزين كوره جميله، عايزين كوره اللي فيها امتاع اللي النادي الاهلي معودنا عليها، عايزين زي ما حضرتك قلت نسترجع ذكريات ريال مدريد، نسترجع ذكريات روما. مباريات يا كابتن جميله بالرغم ان هي وديه لكن كنا بناخدها على يمكن على يعني مش جد، لكن بنحب المكسب احنا كابتن كجمهور او مشجعين او اي حد بينتمي للنادي الاهلي بيحب ان هو يشوف النادي الاهلي بيكسب دايما. فمباراه قويه، وبقى عايزين نحط اتلتيكو مدريد بقى جنب اخواته في الخسارات. لا بس خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، انت في مباراه زي كده وانت عمر كلنا متوقعين ان هيبقى في ماتش قبلها بيوم وماتش بتروجيت، هتلعب يعتبر باللعيبه الاساسيه اللي انت دائما بتلعب بيها، فبالتالي تاني يوم حتى لو باشتراك طبعا نجومنا العرب اللي هيكونوا متواجدين، لكن هي احتفاليه، ولكن في الاول وفي الاخر هو اسم النادي الاهلي طبعا. كابتن حسام بدري هيتعامل ازاي بقى مع مباراه بالشكل الفني؟ يعني عارف طريقه اللعب، الضغط هيبقى يكون عامل ازاي؟ يعني دي امور برضو بتشغل برضو جمهورنا يعني. طبعا يعني كابتن اكيد النادي الاهلي عنده طريقه لعب بيلعب بيها، فالطريقه طبيعي جدا كابتن حسام هيلعب بطريقه لعبه. اكيد هو مش هيفكر في ازاي الفريق الثاني بيلعب ايه طريقه لعبه، لكن هيفكر ايه مفاتيح لعبه، هيفكر ايه نقاط الضعف، ايه نقاط القوه، ويبدا يشوف اللعيبه اللي جايه له من بره، او هو عارف اوريدي الاسماء اللي موجود. انا كل واحد مركزه ايه، مش شرط يبدا بيهم كلهم، يعني زي ما بقول لحضرتك مش شرط، هو ممكن يعمل شوطين. الشوط الاول ممكن يلعب نادي الاهلي كله، نادي كله نادي الاهلي، ويبدا ان هو مع او يقسم المباراه كابتن لايه، لثلاث انصاص، نص ساعه اولاني، ربع ساعة اللي موجود اللي هو بعد نص ساعة الأولاني، وبداية الشوط الثاني نص ربع ساعة يبقى نص ساعة، وآخر نص ساعة من المباراة، ويبدأ إن هو يشارك فيهم لعيبة معينة في أوقات معينة عشان خاطر يقسم الحمل على اللعيبة كلها اللي موجودة. نتكلم على طبعًا زي ما قلت لحضرتك ممكن بالسيناريو الأولاني إن هو يلعب ويبدأ بالنادي الأهلي كل اللعيبة اللي موجودة من غير اللعيبة العرب، ويبدأ إن هو يشارك اللعيبة العرب واحدة واحدة، أو يعمل ميكس في طرق اللعب، يشوف أقوى اللعيبه اللي موجوده عنده في المراكز اللي عنده عشان خاطر يشاركهم. ممكن مثلا يبقى عنده مشكله في خط الهجوم، ممكن يكون عنده مشكله مثلا في البلاي ميكر، ممكن مثلا اسماعيل مطر يحلله مشكله مثلا ان عبد الله السعيد لعب ماتش في تروجيت، ممكن يكون مثلا ما عندوش اللاعب البديل اللي يبقى موجود. انا عمال افكر اللعيبه الكبيره اللي هي يعني هتلعب ماتش في تروجيت وعايزه تلعب ماتش اتلتيكو ده، ما انا ما برضه حاجه يعني حاجه جميله بالنسبه لاي لعيب ان هو يلعب اتلتيكو مدريد في مباراه زي كده.
يعني يا كابتن كل اللي نتمنى يعني احنا كنا بنتسابق في ماتش الريال نتسابق في ماتش روما عشان نبقى متواجدين يا كابتن حتى لو هو ايه ما حضرتك ما بتقول انا ده انا يعني ده اللي انا مش عايز اقوله عشان ايه يعني ده حقيقه ده حقيقه يا كابتن ما هو ده اللي انا بفكر فيه يعني بص يا كابتن انا برضو ايه يعني ده هل انا بقى دلوقتي لو لاعب مثلا في نادي الاهلي طيب انا دلوقتي عندي مثلا مباراه بتروجيت لازم كابتن لعيبه الاهلي او لعيبه النادي الاهلي يكون عارفه ان انا عندي مباراه مهمه اي نعم طبعا تاني يوم مع طبعا مع اتلتيكو لكن انا اهم حاجه الدوري بالنسبه لي دي مباراه يمكن انت حاجز اساس يعني حاجز مكانك في النادي الاهلي وتلعب اساسي وربنا كرمك وتلعب مباراه بتروجيت وسبب ان انت تفرح الجماهير فخلاص ممكن يكون ربنا مش كاتب لك انت تلعب مباراه زي دي خلاص يعني حد ثاني يبقى موجود ويلعب لكن يا كابتن الجايات كتير يعني في اكيد بطولات جايه كمان في كاس عالم فكابتن حضرتك برضو ايه يمكن معظم اللعيبه بتلعب في نادي الاهلي الاساسيه بتشارك مع منتخب مصر فبالتالي عندها فرصه كبيره جدا في كاس العالم فبالتالي يعني خلاص يعني ممكن ايه يعني زميل ليك يشارك يبقى يكون ليه نصيب ان هو يشارك بعد كده ان هو يكون ليه نصيب في حته ثانيه لو حتى لو يطلع طبعا سواء اعاره او سواء ان هو ياخد فرصته مع كابتن هشام بلدي يعني كلاعب اساسي حاجات كتير جدا يا كابتن ان شاء الله طيب. ان احنا هنخرج خلينا يا عمر نروح نشوف تقرير عن يعني راي طبعا نجومنا الكبار قدماء النادي الاهلي او نجوم النادي الاهلي القدامى عن هذه المباراه ورايهم حتى الفني ورايهم عن المباراة بشكل عام. طبعا واضح جدا من الماتش ومن الفرقة الكبيرة اللي جاية انه النجوم دي هتسري اللقاء وان شاء الله يجي جماهير كتيره جدا ويبقى الايرادات زي ما قال النادي الاهلي انه كل الايرادات هتبقى موجوده لصالح البلد. الهدف من وراها هي فوز او خساره هو الهدف ان احنا نمتع جماهير مصر كلها بفرقه كبيره زي اتلتيكو نمتع العرب جميعا بمشاهده مباراه جميله بين العرب مش هقول النادي الاهلي بين العرب كلهم وبين اتلتيكو مدريد هتبقى مباراه جميله وهتبقى حفله رياضيه كبيره وان شاء الله تعم بالخير لينا كلنا ولمصر بصفه عامه يعني. النادي الاهلي زي ما قال الكابتن محمود في الندوه بتاعته وفي الندوات بتاعته انه بيتجه الى العالميه ودي الحاجه اللي احنا المفروض كنا مفتقدينها من فتره صحيح احنا بنوصل كاس عالم للانديه لكن احنا عندنا من القدرات لان احنا نادي كبير جدا في مصر وبالتالي مفروض ان احنا دايما يبقى فيه باستمرار احتكاكات مع انديه اوروبيه ودايما يبقى فيه توأمات كبيره ولازم يبقى لينا وجود على المستوى العالمي واعتقد المباراه اللي جايه اتلتيكو مدريد دي مباراه يمكن مباراه علشان السلام واعتقد انها النادي الاهلي بيستغلها استغلال جيد لانه الماتش ده اعتقد ان في ناس كتير بيتفرجوا عليه وبالتالي برضو اسم النادي الاهلي زي ما هو معروف في معظم البلاد العربيه وافريقيا برضو يبقى على المستوى العالمي يبقى فيه الانجاز ده اللي احنا ان شاء الله بنتمنى المزيد والمزيد باذن الله تعالى. اسم اتلتيكو مدريد كبير طبعا في عالم كره القدم واسم النادي الاهلي كبير ايضا يعني النادي الاهلي بيوازي ريال مدريد. احنا الاكثر استحواذا على البطولات فبالتالي اسم النادي الاهلي كبير برضو زي اسم اتلتيكو مدريد فان شاء الله نتمنى بقى اللي جاي كده يبقى برشلونه وريال مدريد. إن شاء الله بإذن الله. ده كان راي نجومنا الكبار عن هذه المباراه اكيد مباراه مهمه كلها هيتابعها بشكل كبير كلنا نتمنى طبعا النادي الاهلي في اليوم ده يكون بيحقق مكسب وبيحقق نتيجه كويسه وبيحقق اداء جميل وده اللي احنا نتمناه في الاول في الاخر هدفنا في اليوم ده ان الاحتفاليه تطلع بشكل جميل بامر الله خلينا عمر يعني قبل ما اختم معاك الفقره خليني بس سؤال الشكل الفني في اليوم ده بالنسبه للفرقتين تتوقعه من ازاي مباراه بدون ضغوط مباراه اعتقد ان هيكون فيها اللمسات الجماليه هتكون عاليه جدا بغض النظر على ان كل فريق هيبقى فيه بعض اللاعبين اللي عايزين يثبتوا نفسهم للمدير الفني وللجمهور. فاعتقد زي ما احنا قلنا الشكل الفني لفريق اتلتيكو مدريد هيبقى 4-4-2 النادي الاهلي بطريقته كالمعتاده طبعا هيلعب بيها. في نفس الوقت زي ما احنا قلنا اللعيبه اللي هتشارك على قد ما تقدر هتحاول ان هي
تعمل اللي عليها وزياده. النادي الاهلي زي ما احنا قلنا برضو النادي الاهلي هدفه ان هو يفوز حتى لو مباراه وديه، لكن هدف جمهور النادي الاهلي وهدف طبعا كابتن حسين بدري هو الفوز بالمباراه. كمان الفوز حتى يبقى معناه يا كابتن يبقى دافع للمباريات القويه اللي جايه. نفس القصه اتلتيكو مدريد عايز يطمن على معظم اللعيبه اللي مش بتشارك. ديجو كوستا لو في امكانيه ان هو يشارك اعتقد دي هتكون نقطه او حاجه مهمه جدا جدا، يعني ديجو كوستا الوحيد اللي ممكن ياخد المباراه دي بمحمل الجد قوي 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 قوي، بالنسبه له هتكون يمكن بقاله فتره كبيره جدا محبوس، يمكن مستني نقطه الانطلاق بتاعت شهر يناير تيجي عشان خاطر يبدا ان هو يشارك بصفه اساسيه مع فريق اتلتيكو مدريد. لكن ان شاء الله يعني اكيد يعني ربنا يوفق لاعبتنا، ربنا يحميهم من الاصابات، عندنا مباريات مهمه. يعني حاجه بقى تشرف مصر، حاجه تشرف العرب، حاجه مباراه تليق باسم النادي الاهلي والجمهور اللي هيشارك وهيبقى موجود، وان شاء الله يبقى منظر يعني منظر محترم. وزي يعني زي ما احنا قلنا مش يعني مش حاجه غريبه على النادي الاهلي ان هو ينظم حاجه يمكن مباراه عالميه وديه كمان تحت شعار السلام، دخل بتاع مخصص لشهداء الوطن. يا رب يعني ان شاء الله كده يحمي كل اللعيبه من الاصابات واللعيبه كمان العرب اللي هيكونوا موجودين ولعيبه اتلتيكو مدريد، وتخرج مباراه محترمه تشرف ان شاء الله كل مصر. دايما احنا بنسعد بيك يا عمر حبيبي طبعا. يعني واحنا بنتكلم فنيا كنا عن فريق اتلتيكو مدريد، مجموعه من النجوم هتبقى طبعا بكامل نجوم فريق اتلتيكو هيبقوا متواجدين، هدفهم ان هم بيلعبوا مباراه قويه امام فريق كبير، فريق النادي الاهلي بطل افريقيا ونادي القرن الافريقي، فبالتالي هم عارفين جايين يلعبوا مين، مباراه هتبقى ان شاء الله بشكل فني مميزه جدا. خليني بقى اروح واحنا بنتكلم على اتلتيكو مدريد، هنروح نشوف تقرير عن مباراه الاهلي وريال مدريد او فيلم تسجيلي عن هذه المباراه، واكيد لو نتذكر هذه المباراه وفوز النادي الاهلي 1-0 بهدف صندي ده كان عام 2001. اروح لهذا الفيلم التسجيلي واستقبل ضيوفي كابتن عمرو الحديدي وكابتن احمد ابو مسلم، طبعا اتكلم ايضا معهم عن هذه المباراه. حاصدا البطولات المحلية حتى استحق عن جدارة لقب بطل القرن في أفريقيا ووضع صوب عينيه العالمية. ريال مدريد لا يوجد أفضل من مواجهة زعيم أوروبا ريال مدريد الأسباني للاحتفال بتتويج الأهلي بلقب القرن الأفريقي في ذلك الوقت،
خاصة وأن الملكي حصل وقتها على لقب القرن الأوروبي. حقق الأهلي لقب القرن الأفريقي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات في القارة السمراء. أفضل نادي في القرن العشرين، النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. Ladies and gentlemen, I would like to receive this honor which happens once every 100 years. وحرص نجوم الريال على زيارة الأهرامات للاستمتاع بها قبل خوض المباراة التاريخية لعشاق الأحمر. تحت أنظار أكثر من 75 ألف متفرج باستاد القاهرة احتشدوا للاحتفال بنادي القرن الذي استضاف النادي الملكي ليشاركه الاحتفال. واستضاف الأهلي نظيره ريال مدريد الأسباني في 4 أغسطس عام 2001 على استاد القاهرة، وكان هذا اللقاء الأول للساحر البرتغالي مانويل جوزيه مع المارد الأحمر. ومثل الأهلي في هذا اللقاء الحضري في حراسة المرمى أشرف أمين، شادي محمد، وائل جمعة، سعيد عبد العزيز، حسام غالي، هادي خشبة، خالد بيبو، محمد جودة، أحمد أبو مسلم، وعلاء إبراهيم. بينما لعب ريال مدريد بتشكيلة مكونة من سيزر في حراسة المرمى، فرناندو هيرو، جيرمي كارانكا، روبرتو كارلوس، ماكاليلي، هيلجيرا، فيجو، زين الدين زيدان، وسافيو وراؤول غوانزاليس. أدار المباراة الحكم المصري جمال الغندور، وعاونه كل من وجيه أحمد وخالد مرجان. أحرز هدف فوز الأحمر النيجيري ساندي في الدقيقة 51 من عمر المباراة. قدم الأهلي مباراة رائعة ليحقق الفوز على ريال مدريد. We'll be right back.
مرحب بحضراتكم من جديد. اكيد احنا لسه مستمرين في كلامنا عن هذه المباراه، مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد، في مباراه اكيد كلنا بننتظرها تحت شعار السلام واكيد لا للارهاب، ودائما مصر بلد الامن والامان. في ضيافتي حاليا طبعا نجوم من نجوم النادي الاهلي السابقين، يعني اثنين من اللاعبين المميزين اللي يمكن عصروا اجيال كثيره، منهم اللي لعب مباريات مع فرق اوروبيه، ومنهم طبعا اللي شارك مع النادي الاهلي بشكل قوي جدا في اوقات كثيره. برحب طبعا في البدايه بكابتن عمرو الحديدي. كابتن عمرو برحب بيك. كابتن عمرو ازيك محمد؟ منور. ربنا يخليك. شكتك دي على طول والله. ربنا يخليك. ايضا كابتن احمد ابو مسلم نجم مصر ونجم النادي الاهلي، برحب بيك كابتن احمد. ازيك يا روح؟ منور. عامل ايه؟ ربنا يخليك. فرنساوي خالص انت طبعا. كابتن عمرو برحب بيك. في البدايه طبعا مباراه مهمه، الاهلي دائما بيبقى ليه اهداف كتير جدا من خلال المباريات العالميه. الهدف النهارده ان احنا بنتكلم، دائما بندعم شهداء الوطن، دائما موجودين بنرسخ جزئيه ان احنا بلد السلام وبلد الامن والامان من خلال كره القدم. المره دي هو النادي الاهلي هو النادي دائما هو الرائد في هذه الجزئيه. النهارده بنلعب او بنحضر لمباراه مهمه، مباراه اتلتيكو. كابتن يعني رايك في هذه المباراه، وخصوصا ان احنا بقالنا فتره ما لعبناش مباريات عالميه من فتره طويله، يمكن النادي الاهلي ما لعبش هذه المباريات او الدول العربيه يمكن اخر حاجه أخيرة. ولكن مهم جدا ان انت ترجع تاني تلعب من جديد مع الفرق الاوروبيه عشان كمان توصل ويبقى اسمك موجود باستمرار في الدول الاوروبيه. بص رؤى، احنا بنقول ان النادي الاهلي في الظروف اللي زي ديت هو اللي بيلم الاضواء كلها حواليه. اول حاجه احنا بنعمل شهاده ميلاد للنادي الاهلي، بيرجع ثقه الناس في عوده الجماهير في مباراه زي ديت، بيلم الجماهير كلها حواليه. دي اول حاجه. نمره اتنين، النادي الاهلي بيفكر باسلوب عصري، ازاي مش كرم الشهداء، نخلي المباراه كلها تبقى لصالح الشهداء اللي كانوا موجودين. احنا بنقول ان النادي الاهلي تملي هو باسم البسمه بطريقته، اذا كانت بنتائج حضور فرق كبيره، رسمه الفرحه للشعب المصري بيبقى النادي الاهلي. فاللي احنا شايفينه دلوقتي النادي الاهلي بيعيد المنظومه من جديد بعد ريال مدريد وبنفيكا، بيجيب اتلتيكو مدريد بعد ظهور محمد صلاح في اوروبا بالشكل دوت، منها شهاده ميلاد لكل واحد موجود في المباراه. ممكن دي تبقى مباراه خيريه لا للارهاب سلام، بس في نفس الوقت ممكن تبقى شهاده ميلاد للاعب يلفت الانظار لفرقه زي اتلتيكو مدريد. بيبقى مجموعه حاجات، النادي الاهلي هو بيبقى سبب اظهار الشمعه ديت في الظروف اللي احنا فيها. صحيح. ده بدايه سنه جديده، النادي الاهلي منقي التوقيت المناسب اللي يفرح فيها جماهير مصر ان شاء الله. حقيقي دي يمكن دي بتبقى اهداف كتير منها حضرتك طبعا كابتن عمرو وضحتها، ولكن كابتن مسلم ايضا رايك في المباراه. واكيد واحنا بنتكلم يمكن كابتن احمد مسلم احترف في الدوري الفرنسي، واكيد لما بيبقى في اسم لاعب يتردد في الدول الاوروبيه ووجود نادي كبير بيتواجد في نفس الوقت في مصر وبيلعب فرقه كبيره زي النادي الاهلي، اكيد الجزئيه دي بتبقى مهمه جدا طبعا تسويقيا بالنسبه للنادي، تسويقيا بالنسبه لبلدنا. هو زي ما احنا قلنا طبعا اول حاجه ده تكريم الشهداء اول حاجه طبعا، وان على طول النادي الاهلي سباق وليه رياده كلها في افريقيا عامه وش في مصر عامه. النادي الاهلي على طول بيعمل الخطوات دي، ما احنا كنا صغيرين كمان وكنا لعبنا ريال مدريد او لعبنا اي سي روما. فزي ما انت قلت فاروق، المنتوشه دي ليها اهداف كبيره جدا. اول حاجه بتدي رساله امان للعالم كله اللي مصر بلد الامن والامان، بترجع تاني السياحه بشكل كويس. تاني حاجه بتكرم شهداء الوطن اللي انت اللي هم ادوا الوطن كتير، دي اقل حاجه نقدر نقدمها لهم. على طول النادي الاهلي نادي وطنيه عنده الحته دي على طول بنعملها. تالت حاجه بتحط نفسك على الخليطه العالميه زي ما انت بتقول. محمد صلاح ده سفير مصر في الدول اللي هي الاوروبيه كلها، كل مصر كلها العالم كله بيتكلم عن محمد صلاح. فدي كلها بتحط مصر تاني على الخريطه، اللي راجل موجود راجل مصري تقدر تعمل شو كويس، ترجع لمصر الدخل، السياحه تتقدم، عندك حاجات كتير، اسباب كتير جدا. تالت حاجه نتكلم عن الناحيه الفنيه، الماتش طبعا اكيد هيبقى الناحيه الفنيه فيه نوعا ما هرجع لعيبه اللي ما بتلعبش بقالها كتير، يعني اكيد هيبقى فيه بروفا برضك هتلعب، اللعيبه هتحتاج، هياخد خبرات، دي كلها بتشرب عندك خبرات فيها. فشايف الماتش دي عن تجربه مفيده طبعا اكيد، فنتمنى ان شاء الله تطلع في احسن حاجه. ضيف على كده كمان يا فاروق عوده الجماهير،
يعني دي بروفه قويه اللي انت ترجع الجماهير، عشان شفنا الفتره اللي فاتت كان بيقولوا في حضور جماهير هيبقى موجودين استمرارا للبروفات اللي كانت موجوده قبل كده. انا كان في ماتش منتخب وماتش الاهلي في نهائي افريقيا، كل دي برضو بروفات كانت تستكملها بمباراه زي كده. طبعا طبيعي جدا. تاني حاجه اللي انت كان عندك الفتره اللي فاتت كل اللقاءات ولا كل المناسبات اللي موجود فيها جماهير موجود في مصر عامه او منتخب او النادي الاهلي كلها كانت طالعه بشكل كويس، طالعه بشكل مظبوط. فان شاء الله الماتش زي ده كده نقدر نكمل تاني الانتصارات الفتره اللي فاتت زي التواجد الجمهوري. خلينا كابتن عمرو، وانا بنتكلم اختيار الفريق دايما في مجلس اداره النادي الاهلي لما جه بيفكر اكيد هو بيفكر ان في عدد من الفرق الاوروبيه اللي متواجده في الدوريات الاوروبيه، اكيد فرق ممكن تختار، ولكن فريق اتلتيكو مدريد بقوته في الدوري الاسباني وحتى الان هو في المركز الثاني، كان برضو مهم جدا تختار فريق معين. يعني من وجهه نظر كابتن عمرو، اختيار فريق اتلتيكو مدريد ممكن يكون سببه ايه مثلا؟ ما احنا كابتن روق احنا عارفين ان النادي الاهلي جاب قبل كده برشلونه وجاب قبل كده ريال مدريد. تنوع يعني. خلاص جاب بقى رقم ثلاثه، مش هنقول رقم ثلاثه، هم الثلاثه اللي على الساحه، المشهد الاول والثاني والثالث برشلونه ريال مدريد اتلتيكو. بايرن ميونخ نوع من البلاد كمان، يعني مش توجه بس لوجوده في انجلترا او في اسبانيا، لا توجه باتجاهات مختلفه ان هو يختار النادي رقم ثلاثة اللي نعتبر ان الاعلام والصحافه والجماهير بتميل اتلتيكو برشلونه ريال مدريد. هو النادي الاهلي عارف هو بيختار ايه كويس قوي، اللجان الموجوده جوه النادي عشان تجيب فرقه زي دي عارف هو هيعمل ايه. اخر مشهد في نهايه 2017 وبدايه 2018 بمشهد فتح الستار لجماهير مصر، فتح الستار لجماهير مصر، مشهد كل الناس مستنياه، كل الناس بتتمناه. شفنا قبل كده والجماهير موجوده، بس ما شفناش فرقه في الظروف اللي كانت بتمر بيها البلاد والظروف اللي احنا عشنا فيها دي يجي في الوقت ده فرقه من العيار الثقيل زي اتلتيكو مدريد. اعتقد جت في الوقت المناسب، في لا للارهاب لا للسلام نمره واحد، عوده الجماهير، مجموعه حاجات مرتبطه كلها بحاجه واحده اسمها مصر. بنعلن للناس ان احنا موجودين، وبنعلن للناس ان فرقه اتلتيكو مدريد احد الفرق الاوروبيه اللي عارفه كويس قوي هي جايه تلعب مع مين، وعارفه جايه تمثل الدوري في وجود النادي الاهلي بشكل يليق باسم الرياضه العالميه. عمرو انت متابع جيد لاتلتيكو؟ والله يا كابتن محمد كل ما انت لسه بنقول هو الثلاث فرق بتتفرج عليهم الماتشات دي مع دي مع دي مع دي، ما بتفكرش غير في هم دول الثلاث فرق اللي بتتفرج عليهم. ولو فكرت هتبقى فرقه رقم اربعه رقم خمسه موجوده في الجدول، هي بتختار الثلاث فرق اللي هم التوجه النظر ليهم بتروح عليهم، برشلونه ريال مدريد اتلتيكو مدريد. طيب واحنا بنتكلم عليها يا ابو مسلم هكلمك على اتلتيكو، انت واحد من الناس اللي احترفت بره وكان ليك تجربه احترافيه مع الدوريات الاوروبيه وخصوصا في الدوري الفرنسي الدوري البلجيكي ايضا، يعني وجهه نظرك من خلال متابعتك لفريق اتلتيكو مدريد وقوته الهجوميه وايضا امكانياته الدفاعيه في مباراه زي مباراه النادي الاهلي، هو كمان سيميوني عايز يجرب بعض اللاعبين اللي عنده او من جاي من راحه وعايز يبتدي ياهل بعض اللاعبين لمباريات قادمه في الدوري الاسباني، شوف اهميتها بالنسبه لفريق اتلتيكو مدريد ايضا يا كابتن عمرو سلام. هو جينا نتكلم فاروق على السمات الشخصيه بتاعت سيميوني عامه المدير الفني بتاعهم، هو مدرب منظم جدا، جينا نتكلم عليه بيقدر في فتره معينه وقت قليل قدر يكمل، يعني اتلتيكو مدريد بقت فرقة القويه جدا في الدوري الاسباني، فرقه لها شكل بيتحرك في مجموعات واحده بيعمل بريسنج كويس جدا، قدر في وقت معين يجيب نوعيه اللعيبه اللي هي تقدر تنفذ له الستايل الشكل بتاعه اللي هو عايزه. فانا بنتكلم الفرقه انا متابعها في الدوري الاسباني، فرقه منظمه جدا، فرقه من الفرق الرخمه في الدوري ما تقدرش حد يكسبها بسهوله، يعني فرقه صعبه جدا. فيها هو عمل لهم شكل صراحه، هو عمل لهم شكل معين كده. في بص يا فاروق، في سمات شخصيه للمدير الفني، عندك سيميوني مدرب محترم، عندك جارديولا نفس الكلام لما راح مثلا زي بايرن ميونخ، الالمان طبيعتهم اللي هم القوه والسرعه والجري واللي هو الشاب الطويل الحاجات دي كلها، هو خلاهم يلعبوا كوره على الارض، فدي سمات دي شخصيه المدرب اللي بيقدر يفرضها على الفرق اللي بيمسكها. فلو جينا نتكلم على جوارديولا، خلي بالك يعني بيضاوي يعني او انت بتتكلم على جوارديولا، لما اتكلم على مان سيتي او قال لهم ادوني سنه واحده لان الناس كانت مستغربه طريقه لعب جوارديولا مختلفه عن الدوري الانجليزي، وقال لهم ادوني سنه بس وشايفين احنا مانشستر سيتي بيتعامل ازاي في كره القدم. ما ده اللي انا بكلمك فيه يا فاروق، شمات الشخصيه المدير الفني بتاعك انت عايز ايه؟ الشخصيه بتاعتك هتفرضها على اي حد وهتجيب الوسائل اللي تقدر تنجحك. فاتلتيكو مدريد في وقت قليل جدا بقى من فرقه قويه جدا، فرق
اكيد زي ما انت قلت لو جينا نتكلم على المستوى اللي هو الماتش هيجي عشان الاحتكاك وكده، لا هو راجل هتلاقيه مثلا نوعا ما هيجي يحافظ على الشكل العام بتاعه، عارف اللي في ماتش جاي ماتش خيري برضك، بس هو حافظ على الشكل بتاعه، اكيد هيجرب يدي فرص كتير للناس، بالذات اللي انت تتكلم اللي بعد فتره معينه وقت قليل هيبقى فيه اللي هي الاجازه الشتويه اللي هم بياخدوها طبعا اللي هي اللي هي النويل هناك في اوروبا، فهتبقى الموضوع بالنسبه له اسهل شويه. فبس هو طبعا من المديرين الفنيين اللي هم ما بيحبوش يخسروا، فهتلاقي الماتش قوي. طيب خليني اكلمك بقى عن المباراه كابتن عمرو والشكل الفني بالنسبه بقى للنادي الاهلي. انا لعيب كوره ولعبت في النادي الاهلي، التعامل مع المباريات اللي زي كده خصوصا بقى من الجهاز الفني واللاعبين بعد كده. اعتقد رؤى بيبقى الكابتن حسام حاطط نقط معينه كده لشكل الاداء بتاع كل لاعب بصفه شخصيه، كل لاعب عايز يظهر كل اللي عنده بصفه عامه باسم النادي الاهلي. اعتقد بتبقى فيها بقى كل حاجه، انت عايز تظهر كل حاجه، انا موجود، اللي ما بيلعبش عايز يبقى موجود ويثبت للكابتن حسام انا موجود اهو، واللي موجود بيحافظ على المكان وبيقول لك انا الاستمراريه هي الاهم، مش ان انا ابقى موجود وخلاص. شكل واداء النادي الاهلي مش هيتغير عن طريقه اللعب، الكابتن حسام مش هيجرب يعني. النادي الاهلي نادي ليه اسم وعارف ادوات لعيبته شكلها ايه، ويمكن اتلتيكو لعبت في السعوديه مباراه وديه والراجل اشاد باداء كهربا، يعني اشاد باداء كهربا، يعني الراجل عارف كره المصريين شكلها ايه. كابتن حسام كتشكيل في ناس هتبقى موجوده عشان تتجرب، عشان كان في اصابات راجع من مستشفى معينه، وفي لعيبه ليها اسم طبعا، لعيبه النادي الاهلي كلها اسماء كبيره هتبقى بتتمنى المشاركه في حاجه زي كده. كابتن حسام اعتقد انه يعمل ميكس محافظه على الفرقه اللي موجوده عشان استمرار الدوري، عشان دي مباراه وديه، بس في نفس الوقت هيبقى شكل النادي الاهلي يطلع بيه، ما يبقاش فيه اهداف زي ما كنا نقول انا عايز اهدف في مباراه زي ديت، يبقى ليها شكل، اثبت للناس طريقه لعبي شكلها ايه، افرض رايي واسمي وشخصيتي على الفرقه اللي قدامي. طيب واحنا بنتكلم خلي بالك في ذهننا كابتن عمرو لازم برضو احنا بنتكلم اختيار كابتن حسام مين هيلعب مين مش هيلعب، انت عندك مباراه قبلها بيوم ودي برضو صعوبه المباراه اللي تاني يوم اتلتيكو، تلعب الجمعه وتلعب السبت وبعد كده لسه عندك ماتشات تانيه، عندك الزمالك وعندك مباريات، طبعا عندنا مباراتين مؤجلتين عشان ما ننساهاش ننساهمش دول، النصر المقاولين، ولكن عندنا سوبر برضو بعد مباراه الزمالك، يعني عندنا كابتن حسام اكيد وهو بيفكر في مباراه اتلتيكو اكيد عايز يشارك كل اللاعبين وكله يبقى ليه الشرف ان هو يلعب هذه المباراه، لان في الاول وفي الاخر احنا بنقول انها احتفاليه وكله لازم يشارك، كله لازم يساهم، مباراه تكريميه يساهم في الهدف الثاني اللي موجود بالنسبه لهذه المباراه كابتن حسام. فبالتالي كابتن حسام هيتعامل ازاي مع مباراه يوم 29 ومباراه 30 في اشتراك اللاعبين سواء هنا او هنا؟ لو جينا نتكلم طبعا فاروق بشكل عملي، كابتن حسام اكيد احنا نايمين في المقام الاول ايه؟ بطولة الدوري العام اللي احنا بننافس فيها بعد الفترة اللي فاتت ديت. هي الكابتن حسام التالي ان شاء الله اللي هو الماتش اللي هنلعب بيه بتاع الدوري العام اكيد هينزل بالفول تيم بتاعه الفرقة الأساسية كلها. وعندك يا فاروق برضك اللي انت عندك فرقتين في النادي الأهلي، يعني عندك لعيبة بره كتير جدا، يعني عندك مثلا عمرو بركات، عندك ميدو جابر، عندك حمودي، عندك لعيبة كتير مميزة جدا ما كانش ليها الفترة اللي فاتت بحكم القائمة الأفريقية اللي هي مش ليهم تواجد فيها. فشايف اللي هم ممكن الفترة دي الماتش دوت هيرجعهم تاني. يعني انا شايف في لعيبه كتير مميزه، عندنا اكرامي توفيق، عندنا لعيبه مميزه جدا الفتره اللي فاتت ما كانتش بتاخد عشان القائمه الافريقيه. انا شايف ان كابتن حسام اول حاجه يلعب على المضمون اللي هو طبعا الثلاث نقاط اللي هم بتوع الدوري العام، والماتش بتاع اتلتيكو اكيد احنا طبعا زي ما احنا عرفنا وشفنا النادي الاهلي يوجه دعوات للنجوم اللي في الدوري العربيه كلها عشان يبقى ماتش لصالح الشهداء، فمتهيألي هيبقى الدنيا هتبقى احسن شويه، هتبقى الدنيا اقل شويه. الشوط الثاني ممكن ندي الناس اللي هي كانت بعيده شويه مع الاحتفال. الحقيقه انا عايز اللعيبه كلها تشارك، بس يعني بس صعب في حته ان انت بتعمل البالانس ما بين يوم 29 و30 وبتفكر كمان للمباريات اللي بعد كده، الامور في نفسها كابتن حسام الله يكون في عونه برضه، الله يكون في عون اللاعبين اللي ممكن ما تلعبش كمان. ما هو رؤى زي ما احمد بيقول، انت الماتش الاهم هو الجمعه، انت خدت منه اللي انت عايزه، بعد كده المشاركه بقى النسب بتاعتها قد ايه، برضه نجوم الدول العربيه اللي موجودين هيبقى فيه هدوء اكتر، النسبه مش قليله، مش اقل من 8 لعيبه موجودين، هيبقى الاختيار يعني الاشتراك ربع او ثلث ساعه في مباراه زي دي عادي، يعني النادي الاهلي عنده في كل مركز ثلاث لعيبه، 90 دقيقه اقدر اوظفها ازاي واقسمها ازاي،
اعتقد دي في دماغ كابتن حسام كويس قوي. طيب خلينا نروح بس لتقرير مع كابتن حسن مستكاوي ورايه ايضا في هذه المباراه، وارجع اكمل كلامي مع ضيوفي بالشكل الفني بقى، طرق اللعب اللي ممكن تبقى موجوده من خلال كابتن حسام البدري لهذه المباراه، واكيد الاهداف اللي ممكن يكون كابتن حسام البدري حاططها ايضا لهذه المباراه. الرسالة الموجهة ضد الإرهاب اللي بيتبناها النادي الأهلي بدعوة أتلتيكو مدريد، أعتقد أن يعني الرسالة واضحة جدا، وأنا مؤمن قوي أن كل دور ممكن يعمله أي عضو في الأسرة المصرية في مصر كلها يعني ضد الإرهاب لازم يتعمل. على فكرة الأندية والنجوم الرياضة ونجوم الفن عليهم دور اجتماعي ودور وطني في غاية الأهمية، هم قدوة، والأندية والمؤسسات دي كائنات لها جماهير عريضة جدا. يعني لما جمهور النادي الأهلي يبقى فاهم كويس قوي أن هذه الدعوة ضد الإرهاب ومهمة جدا أن النادي الأهلي يوصل الرسالة دي، لأنها يعني بتوجه كمان لملايين من أنصاره وجمهوره، فده شيء مؤثر جدا في المجتمع. أتلتيكو مدريد هو طبعا المنافس الأول لريال مدريد في العاصمة الأسبانية، وكان بطل أوروبا 2012 ووصل نهائي مرتين دوري أبطال أوروبا، وعمل إنجازات على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا اللي هي أقوى البطولات، وله تاريخ مؤثر جدا في الكرة الأسبانية، وبصراحة له أنصار كمان في الوطن العربي وفي مصر كمان، لأنه بيلعب كرة مختلفة شوية عن ريال مدريد وبرشلونة، ويعني فيها برضو شيء جميل إزاي تتحول من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم بمنتهى القوة والشراسة، وأنا بعتبره النموذج للمدرب اللي عايز يدافع ويعمل هجوم في نفس الوقت. أتلتيكو مدريد فرقة كويسة، أنا أعتقد أن الناس هتستمتع بالمباراة، وهو الفكرة من دعوة الفرقة الأجنبية دي أن احنا نستمتع ونشوف ونتعلم ونوصل رسالة كمان مش في مصر بس، للعالم كله. يعني احنا عايزين نقول للعالم احنا بنحب الكورة وبنستمتع بيها وعندنا قاعدة عريضة، وأنا سعيد جدا أن في 60,000 مشجع مسموح لهم أن هم يحضروا المباراة، مش عايز أقول مشجع 60,000 مشجع أهلاوي، 60,000 مشجع مصري، لأن برضو أنا فاكر لما ريال مدريد جه للزمالك واستهام وديربي كاونتي المصريين كلهم كانوا حريصين إن هم يشوفوا هذه المباريات من الملعب ويشجعوا ويستمتعوا باللعب. أنا منتظر المباراة أنا شخصيا، يعني عشان عايز أشوف الفرقة الكبيرة دي وهي بتلعب في مصر. احنا بنتكلم على نجومنا العرب اللي هيكونوا متواجدين ان شاء الله في هذه المباراه، طبعا كابتن اسماعيل مطر طبعا نجم الاماراتي، ايضا كابتن فهد مولد من النجم السعودي طبعا نجم الاتحاد السعودي، ايضا كابتن احمد خيل نجم الجزيره الاماراتي، وكابتن عبد العزيز الجبرين طبعا نجم من نجوم المنتخب السعودي. يعني كلهم هيبقوا متواجدين، وزي ما بقول لكم هو هدف واحد لكل العرب، السلام دائما، وده اللي احنا من خلال بلدنا هنا ومن خلال النادي الاهلي ده اللي بنقدمه طبعا لكل العالم. كابتن عمرو هما تقريبا بالاضافه طبعا كهربا وحسام غالي اللي هيبقوا متواجدين، ده اللاعبين اللي هيبقوا متواجدين بامر الله. الشكل بقى كابتن حسام بدري ممكن فنيا هل هيتعامل بنفس التشكيل هو نفس او نفس الخطه نفسها او ترتيب اللاعبين؟ كابتن مفيش مدير فني بيفكر انه يشرح طريقه لعب للاعيبته في مباراه زي دي. انا بشتغل زي ما انا، جس النبض بقى، التغيير بيبقى في واحد واثنين في الملعب يغيروا الشكل طريقه اللعب. كابتن حسام 4-3-2-1 ما بتتغيرش، تسود مصر كل الفرق اللي مشتركه في الدوري بتلعب بنفس الطريقه. ما يخلف عن ذلك يبقى احنا بنتكلم في موقف او موقفين، واعتقد ان الكابتن حسام بيبلغ او كابتن ايوب طريقه لعب واحد بيتغير، طريقه بتغير طريقه اللعب من اولها، واحد او اثنين يغيروا طريقه شكل اللعب، يبقوا اثنين ورا بس،
يلعب باربعة في نص الملعب، أربعة والطرفين يزيدوا فالهافين يزيدوا، يبقى من القلب يبقى بيلعب بتلاتة، هتلاقي شكل مختلف بعد 10 دقايق من جس النض من طريقة لعب الأهلي وأتلتيكو مدريد. ولكن في الحقيقة في البدايات دايما ممكن أبو مسلم لعب مباراة ريال مدريد، أبو مسلم دايما يعني أنت بتبقى عندك تخوف شوية، ولكن خلاص الأمور دي ما بقتش عند النادي الأهلي، لأن هو لعب عدد كم من مباريات أمام الفرق دي خلاص. يمكن كان بدايتها احنا في الوقت ده كان جديد، لسه كان طالع جديد بتلعب ريال مدريد، كان فيه زين الدين زيدان وراؤول ومجموعة روبرتو كارلوس طبعا من اللعيبة، لعبت على روبرتو كارلوس مش انا لعبت روبرتو كارلوس دلوقتي جيرمي الناحية التانية. ما هو الناحية التانية ما ده مركزة، انا كنت بشوفه طبعا بنشوف كرة ثابتة عشان نبص عليها. يعني بتلاقي ان لا خلاص الامور دي بالنسبة للعيبة، كمان الفرجة على اللاعبين دول ووجودهم خلاك تبقى فاهم هم ممكن يلعبوا ازاي. انا اكيد انا واثق ان مجموعة كبيرة من لعيبة النادي الاهلي بيتفرجوا بشكل مكثف دلوقتي على فريق اتلتيكو مدريد. زي ما انت قلت يا فاروق، زمان احنا كانت الماتشات دي كانت تبقى صعبه جدا، يعني كان صعب للنادي الاهلي لما كان مثلا عمل مع ريال مدريد كانت حاجه كبيره جدا بالنجوم كلها الموجوده. لما جبنا مثلا روما نفس الكلام، لما لعبت روما برده كان نفس الموضوع، كان لعيبه كبيره جدا، كان توتي وناس كتير، كان باتيستوتا، كان فرقه فيها نجوم كلها. دلوقتي الدنيا بقت اقل شويه، يعني الدنيا ما فيش مشكله، انت وسائل الاعلام والميديا كلها تحسسك ان انت في الملعب متفرج مثلا على الدوري الاسباني، انت كل يوم متواجد معاهم. هي طبعا فرقه كبيره، فرقه مميزه، بس انا شايف اللي انت نادي الاهلي، انت نادي مصنف، نادي كبير ليك اسمك برضك. يعني مثلا لما كنت في فرنسا كان معروف النادي الاهلي المصري، معروف الاسماء كانت معروف. فانت بتلعب في النادي الاهلي زي ما انت عامل لهم برضك، عامل لهم حساب، هم عارفين جايين لعب نادي قبل كده النادي الاهلي، والنادي الاهلي كسب ريال مدريد وكسب وتعاد مع بايرن ميونخ وكسب بنفيكا، فهو برضك عامل حساب ليك، يعني انت مش عارفك، لا هو عارفك كويس. فانا شايف الماتشات دي كده بتبقى الجو الفاني بيبقى فيها احسن، يعني اللعيبه كلها ما فيش حد بيبقى متنشي، ان الدنيا بتبقى ماشيه كويس، اللعيب اللي بياخد الفرصه دي كلها، دي كلها بتبقى ذكريات على مدى التاريخ. يعني احنا بنتكلم دلوقتي انا وانت وكابتن عم في مين اللي جاب هدف ريال مدريد، صندي، يعني هو حتى كابتن عمرو كان بيقول لك صندي كان بقى له فتره مش موجود ومش بعد ده احمد اللي هيجيب الجول. انا عايز اقول لك كانت فرصه لحسام، حسام على فكره عنده اثاره على نفسه او ثار موجود بالنسبه له، كان ممكن برضه هو يحطها. لا حسام غالي على طول يا فاروق، حسام غالي، يعني حسام غالي اللي جينا نتكلم، هو طبعا من هو وشيتوس ورضا شحاته ده الجيل بتاعنا، حسام على طول كده. يعني حسام غالي من اللعيبه اللي انا الواحد بحبها جدا، غيوره على النادي الاهلي، بيموت نفسه في اي ماتش بينزله. فانا شايف الماتش هيبقى اهم حاجه، عايزين بس ان شاء الله يطلع بشكل كويس. مين جاب الجون برضه في كابتن عمر في روما؟ مين جابه؟ ايفيلينو. ايفيلينو برضه، ايفيلينو كنت بلعب الماتش ده. يعني عشان بس انت قلت يا ريتني ما كنت اتغير في الماتش ده، تفتكر؟ انا فاكر هو صندي، صندي كنت انا بلعب هاف ليفت، وكان بيلعب ورايا سيد عبد العزيز، فكنت ماشي كويس والدنيا ماشيه كويس. الشوط الثاني اتغيرت، لو كان صفر خمس دقايق كنت انا انت اللي جبت، كنت بص تتعبنا انت طول الحياه. لا 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 الجون ده مش هنسيكو، ده كاس عالم. بس صندي سافر. بص يا كابتن محمد، سهل قوي كان، يعني سبحان الله زي ما انت بتقول كان حسام يقدر يخلص الموضوع خلاص، هو خلاص اكد بقى يعني لا بيدي لا بص صندي. يعني انا برضه نسيت فيجو، يعني مجموعه من اللعيبه برضه لا فيجو وعندك تكسب فريق مكاليلي ومكاليلي صحيح طبعا لا اللعيبه مميزه جدا طبعا. فلا يعني عشان كده بقول ايه، انت بالمباراه دي توالت المباريات العالميه بالنسبه للنادي الاهلي طبعا. بالنسبه لك سواء بقى انت بتكسب او بتخسر او بيحصل نتيجه ايجابيه ليك او نتيجه سلبيه، ولكن انت هدفك انك دايما تخش في الجزئيه دي، جزئيه العالميه، جزئيه ان انت بيبقى دي انت في الماركت، في الماركت طبعا موجود في اوروبا. دكتور سعد شلبي كان موجود معانا دلوقتي بيقول اهميه كبيره جدا لهذه المباراه، لتشابه الى حد ما كبير ما بيننا وما بين اتلتيكو مدريد في بعض الامور اللي ممكن تكون خاصه بجزء تسويقي وجزء طبعا الاسم الناديين الكبار بالنسبه لدول العالم. كابتن عمرو، خلينا واحنا بنتكلم فنيا عن المباراه، كابتن حسام البدري اكيد وهو بيفكر زي ما قلنا بيفكر في المباريات اللي بعد كده والمباريات دي، ولكن التشكيل الانسب من وجهه نظر كابتن عمرو انه يبتدي بيه كابتن حسام البدري. كل اللي كانوا مشاركين في المباراه بتاعه الجمعه اعتقد هيبقى يعني نسبة بسيطة في المشاركة في الأول وبعد كده الغيار، يعني مثلا أعتقد أن وجود الكابتن حسام عاشور من أول، هنقول من وراء هيبقى مثلا شريف، هيبقى أحمد فتحي، محمد أشرف، محمد هاني للإصابات اللي موجودة، والسليم هيبقى بيخش شوية بشوية، هيبقى موجود علي معلول
لا ممكن بقى في الوقت دوت يختار يقوم بقى صبري او حسين. ما هو هو هو, هو اكيد في ماتش بتروجيت ده هيبقى كامل فول تيم فول تيم بس مقتنعين بحاجه زي كده لكن تاني يوم هتبقى الامور صعبه جدا. بس مش هنقول كله مره واحده. يبقوا حته القلب ان هم يبقى هم الاحتياطي واللي ما خدش فرصته بقاله فتره يبقى متواجد. ما انا هقول لك على حاجه، ممكن انت في الوقت دوت في ماتش بتروجيت تبدا بنفس الناس المجموعه والمده 10 دقائق ويغير. صعب في البدايه دي خلاص. انا بقول انت بتقول وجهه نظرك. انا بقول لحضرتك خليهم مثلا عشان يبقى يعني الاحتفاليه تكمل ووجودهم. انت دلوقتي ما عندكش حد ورا في ظروف الاصابات الكتير غير هاني واشرف. هاني واشرف وكمان تقريبا كل النجوم العرب اللي جايين كمان نص ملعب وفراوده. نص ملعب وفراوده صحيح. يعني يبقى انت هتتكلم في هيثم باسم علي، بنتكلم في صبري او حسين، بتتكلم في هاني وايمن اشرف، بتتكلم في اكرم وعمر، هتدي الاكرم اكرم ونيدفيد. اصل انت لازم هتعمل بالانس ما بين ماتشنج ما بين اللي موجودين، لازم تهيئ الشكل العام يظهر باسم النادي الاهلي. انا مش بجرب، انا بحط اساسيات وبعمل تغيير عليها، في اساسيات وبعمل تغيير عليها بسهوله. اكرم هتلاقي احمد ياسر، هتلاقي عمرو بركات، هتلاقي ميدو جابر، هتلاقي حمودي. اعتقد ان كابتن حسام هيدي درجه الاستشفاء اللي موجوده من مباراه بتروجيت هي ال10 دقائق بتاعه ثاني يوم، بعد كده التغييرات تبقى شغاله. طيب خلينا نروح لتقرير مع نجومنا طبعا، نجوم كره قدم سابقين ورايهم ايضا في المباراه. احنا طبعا عندنا تقارير مع نجوم كبار جدا في قناتنا وقناه الاهلي، واليوم النهارده طبعا احنا زي ما بقول لكم احنا موجودين لغايه يوم المباراه، بنغطي بشكل كبير تغطيه شامله وكامله عن هذه المباراه وكل صغيره وكبيره لهذه المباراه. معانا تقرير حاليا مع نجوم كبار هيقولوا لنا رايهم في هذه المباراة، وارجع نكمل كلامنا الفني عن هذه المباراة. هي احتفالية يعني، النادي الاهلي عنده ماتش في الدوري العام قبلها بيوم، يعني اكيد الاهتمام الاكبر هيبقى بمباراه الدوري، لكن هي مباراه معموله لها يعني عنوان كبير ان هي معموله للسلام ضد الارهاب، فان شاء الله باذن الله تبقى تؤدي هدفها. بعض النجوم هيعملوا رواج اعلامي للمباراه، وحتى فريق اتلتيكو مدريد كتب باللغه العربيه على موقعه ان السلام اهم حاجه في العالم دلوقتي، وان مصر بتصدر السلام للعالم، وده اللي بيعمله دايما النادي الاهلي، هو دايما اللي بيحط الشرارة الأولى لأي حاجة. النادي الأهلي بيبقى هو صاحب السبق في كل حاجة، ودي حاجة فخر لينا احنا كأبناء للنادي الأهلي. بتشوف النادي بيقولك وبتروح لهم، لازم تروح لهم ولازم هم لما بيقولك. جولنا قبل كده كتير قوي، جالنا بايرن ميونخ، جالنا ريال مدريد، جالنا برشلونة، جالنا نادي كلها، ما بيبقاش في احتفاليات بس، عايزين يبقى في بروتوكول دايما ان احنا بنشوف النادي عندنا واحنا بنروح لهم. من هنا هتبتدي انت كل حاجه في مصر تتظبط، صناعات الشركات المنظومه كلها هتبقى احترافيه بقى، الاعدادات هتختلف، الناشئين هتلاقيهم في وضع تاني احسن كتير قوي. اتلتيكو مدريد طبعا اسم كبير جدا قادم من الدوري الاسباني، احنا يمكن كان لينا سبق مع ريال مدريد وقدرنا نفوز عليه. اتلتيكو مدريد حاجه 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 كبيره، بيعتبر يمكن النادي الثالث بعد برشلونه وريال مدريد. تأكد ان فكرة مميزة من مجلس ادارة واعي، عنده وعي بشكل كبير جدا، زي ما قلت لك مش سايب حاجة من خلال برنامجه. موضوع الشهداء وولادنا اللي ماتوا بورسعيد 75 مع رجال الشرطة مع رجال الجيش، ده اقل حاجة نقدمها لأسرهم. 60,000 اهلاوي وراهم 60 مليون كمان هيتفرجوا في اليوم ده. يعني ما زلنا مستمرين، نجومنا الكبار طبعا بيقولوا رايهم في المباراه واهميتها. مباراه طبعا اتلتيكو مدريد زي ما احنا قلنا مباراه مهمه جدا لينا كنادي اهلي وايضا لبلدنا، وتوصيل رساله مهمه جدا لجميع انحاء العالم ان بلدنا بلد الامن والسلام والاستقرار. كابتن حسام واحنا بنتكلم على
فريقنا زي ما بقول كده احنا عندنا ماتشات متتاليه جدا يعني عندنا ومهمه. انت بتنافس دلوقتي على بطوله الدوري الى حد ما عندك بعض المشاكل في بعض المباريات اخفقنا في الحصول على 3 نقاط فبالتالي ده برضو الى حد ما بيمثل ضغط على كابتن حسام في اختياره لبعض اللاعبين في هذه المباراه مباراه اتلتيكو. لو جينا نتكلم يا فاروق الفتره اللي فاتت في لعيبه كتير انت عندك دلوقتي ثلاث عناصر في الفرقه لعيبه مجهده جدا لعيبه اللي هي عندها اصابات اللعيبه الثالثه اللي هي ما بتشاركش في صفه اساسيه فدي 3 اسباب بتقدر تعالج دول في اقرب وقت عشان يبقى عندهم مشاركه بتبقى الامور صعبه جدا. لو جينا نتكلم كابتن حسام ماتش اتلتيكو زي ما احنا قلنا ده احتفاليه يعني احتفاليه اللعيبه هتبقى مشاركه بس اللي عندي اهم ايه زي ما انا قلت الدوري العام بالذات اللي انت كمان جاي لك الخصم الفتره الماتش اللي فات اللي هو بتروجيت مغلوب من الاسيوطي 2-1 ففرقه برضه جايه مش فرقه مش سهله يعني فرقه كلها عايزه تكسب وعايزه تعمل شكل كويس. كابتن محمد يوسف ضيف على كده كابتن محمد يوسف كان موجود في النادي الاهلي فحافظ المدير الفني حافظ اللعيبه كانت موجوده عامله ازاي بتتحرك ازاي عندهم ايه بالظبط مين عنده مميزات مين عنده عيوب فانت بتلعب اللي يهمنا في اول حاجه الدوري العام اللي احنا بننافس عليه. تاني حاجه الاحتفاليه ما عنديش مشكله في لعيبه عندك كتير عندك زي ما احنا قلنا لعيبه كتير جدا ممكن تشارك ما عندناش مشكله اصل ماتش احتفال وماتش مش هيبقى في حد مشدود ناس كلها احنا جايبين نعمل رساله للسلام فمش هيبقى في مشكله احنا بس بنتكلم الفتره اللي فاتت كان في النادي الاهلي في ناس كانت بتشارك بالصفه الاساسيه مثلا عبد الله بيروح المنتخب سعد سمير فاللعيبه دي عندها اجهاد كبير جدا فاللعيبه دي دلوقتي في لعيبه ثانيه عندك اصابات انت الماتش الاخير لفاروق مين اللي بيلعبوا سيرت باكين ورا محمد هاني وعندك ايمن اشرف والاثنين طبعا في حاجات اللي هو التكوين الجسماني طبعاً في حاجات ايمن اشرف لعب قبل كده مع سموحه بس محمد هاني اول مره يتحط في الموقف دوت ففي اسباب اللي انت رامي ربيعه احتمال يبقى موجود برضه يعني في الفتره الجايه احنا بنتكلم هيبقى موجود بس احنا بنتكلم دلوقتي الادوات الموجوده عندك دلوقتي فما اقدرش انا خاطر اللي انا هلعب ماتش زي اتلتيكو مدريد واوفر لعيب وعندي عادل بدرجات خصم قوي لعيبه عندها المهارات لعيبه عندها خبره لعيبه مميزه فانا اول حاجه اامن اللي انا عايز اخد 3 نقط بتوعي وبعد كده الاتلتيكو مدريد اقدر انزل اشارك اي حد ياخد الثقه اللعيبه اللي هي بعيده حمودي اكرامي الناس ميدو جابر الناس اللي هي لسه ما خدتش كتير تلعب وما عنديش اي مشكله فيها فدي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها هو ممكن كمان الكلام في يوم زي مباراه بتروجيت يبقى على فكره مباراه اتلتيكو ممكن تبقى حافز قوي جدا للعيبه في مباراه يعني بتروجيت ان انا عايز احقق مكسب بدري مثلا عشان ابتدي يحصل تغيير عشان اريح ناس حته الراحه واريح ناس عشان المباراه تلعب بكره او اللاعبين يلعبوا بكره ممكن بس زي ما احمد بيقول لك فريق بتروجيت غير خارجه من هزيمه من الاسيوطي 2-1 فهي برضو عايزه يعني ما كسبتش ما تخسرش هتبقى حاطه في حساباتها كده وكابتن حسام عايز يقول المكسب بالنسبه لي 3 بونت عشان ابقى مستريح والعب المباراه التكريميه اللي احنا هنشوفها بالاسلوب اللي يليق باسم النادي الاهلي ما انا برضو مش هجازف ان انا جاي فرقه زي دي ومحدد الميعاد وبعد مباراه بتروجيت يوم 30 يبقى الموضوع في هدوء وتقسيمه وحاجه لا مش اعتقدش النادي الاهلي احنا تعودنا عنه على كده لا بنبقى موجودين حتى لو عندي مباراه مهمه ببقى اقول انا بعرف اوظف الاساس بالنسبه لي يوم الجمعه يوم السبت حتى لو مشاركه بسيطه زي ما انت بتقول عشان التاريخ المشابكه يعني انا دلوقتي موجود في مشاركه تكريميه باسم الشهداء ولال الارهاب ومرحلتين وفي نفس الوقت ابقى موجود التاريخ يقول ان انا كنت موجود يبقى بنسبه وتناسب مش هلعب ماتش كله المباراه دي بالعكس يمكن اللعيبه هتبقى الحافز بالنسبه لها ان انا انهي مباراه بتروجيت بسرعه وابقى موجود بشكل تكريمي لاسم النادي الاهلي والاسمي في موجود في المباراه ثاني يوم على طول بالظبط حافز مهم جدا بالزبط. ممكن بالظبط هذه المباراه انك تبقى عايز تعمل كل مجهودك بشكل خلص المباراه من بدري عشان برضو احنا خلي بالك ان المباراه الاخيره مخلينا الى حد ما زعلان طبعا انت عايز تصالح جمهورك وعايز في نفس الوقت تبقى متواجد في مباراه زي مباراه اتلتيكو فلازم تدوس جامد في مباراه بتروجيت وجمهورك برضه يا كابتن محمد ما بيبصش غير للنادي الاهلي ايا كان مباراه تجريبيه مباراه ترفيهيه مباراه رسميه عايزك تكسب او عايزك تكسب وبس النادي الاهلي ما بيعوز اكتر من كده طب واحنا بنتكلم على الجمهور يا كابتن ابو مسلم هنشوف ان شاء الله الجمهور في يوم زي ده ان شاء الله طبعا احنا عارفين ان التذاكر كلها المقابل بتاعها هيكون موجود لشهداء الوطن وده حاجه مميزه النادي الاهلي بيعملها ودور جديد بيعمله او بتعمله الانديه المصريه بالاخص طبعا النادي الاهلي في هذه الجزئيه وتكريم ليهم بشكل كبير.
الجمهور بقى في اليوم زي كده بتشوفه ازاي؟ انت شفت جمهور يوم ريال مدريد كان عامل ازاي كده؟ اه طبعا جماهير النادي الاهلي على طول في ظهر النادي الاهلي في اي حته في اي مكان، يعني اي حته بنلعب فيها جماهير النادي الاهلي هي 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 السند اللي في ظهرنا على طول. الجماهير واعيه جدا الفتره اللي فاتت، الدرس خلاص الناس كلها عرفت ازاي، كل المناسبات حتى النهائيات والبطولات الافريقيه كان ليهم تواجد وكانوا من ضمن اسباب النجاح نمره واحد اللي هم بيقدروا بيعملوا ضغط جامد جدا على الفرقه الثانيه، بيقدروا يخليك اللي انت ليك قوه في الملعب. وانت زمان كنا نتكلم يا فاروق الفتره اللي فاتت كلها المنتوش بتاعت الدوري العام تحس اللي بيفرق لعيب الدوري ولعيب المحلي ايه؟ اللعيب الدولي يا فاروق لازم يكون في جماهير بيقدر يعني يستجيب للضغط العصبي الموجود فيها. اللعيب المحلي لما جينا الفتره دي كمان في المنتخب بالذات مش عارف اللعيب الدولي واللعيب المحلي ازاي بيجي مثلا كل منتوشه الدوري العام ما لهاش جماهير، فدي لا في لعيبه كتير كانت جت يعني مثلا جت في انديه ثانيه ما تستحقش تبقى لها التواجد. فاللي بيقدر يطلع اللعيب ده كله اللي عنده ضغط عصبي، عنده ثبات انفعالي، بيقدر يرفع الكوره كويس، بيقدر يستحمل الحاجات دي كلها. فانا شايف الجماهير النادي الاهلي اكيد هتبقى موجوده، هتعمل هيبقى يوم جميل ان شاء الله زي ما كانت موجوده في كل المناسبات، هيعملوا شكل كويس ومتعودين عليهم هيعملوا حاجه جديده اكيد. فنتمنى ان شاء الله الماتش يطلع باسم بيليق باسم النادي الاهلي وعلى طول. كابتن جمهور بصراحه جمهورنا دائما متواجد حتى ده في استاد ده في الامارات طبعا في الامارات وتواجده في كل مكان يا كابتن عمرو، وده بقى الجزء اللي احنا بنتكلم فيه. يعني احنا عندنا طبعا جاليه كبيره هتلاقيها في اسبانيا اكيد بتتابع برضه بشكل كبير جمهورنا، اللي احنا بنتكلم في الامارات بنتكلم في انجلترا لو بنتكلم في اسبانيا، احنا لعبنا قبل كده في اسبانيا على فكره لعبنا هناك ريال سوسيداد صحيح، لعبنا في المانيا مع هولمان مع هامبورغ. فاكر انت الماتشات دي يا كابتن عمرو؟ الماتش ده الله يرحمه الكابتن ثابت كان الماتش دوت كنا بنلعب هامبورغ وكان اول سنه لمستر هولمان صحيح، كان بقاله 14 يوم مسكنا. فالراجل جه قال مش يعني قبل ما نبدا يا جماعه احنا انتوا هتلعبوا ثالث الدوري الالماني لو خسرتوا خمسه او سته شوط الاولاني ما تزعلوش، الشوط الاولاني 2-0 فيليكس وكشري. اخر الماتش كان اخر ثلث ساعه تعادلوا معانا 2-2 وانا خدت خبطه دكتور مجدي قال لك 90% فقد الذاكره. يعني انا كنت كان ليتشكوف بيلعب وبدل ما يشوط الكوره انا حطيت دماغي مكان الكوره، شالوني عن النقاله الموضوع. وانت قعدت على طول عمرك كنت يعني مكافح وفي نفس الوقت ما بيهمكش، انت طبعا كسرت بيك لازم كنت تبقى كده ما شاء الله طويل وعالي وواطي حد. لكن لا الصراحه انا فاكر انا المعسكرات في المانيا كان مع مستر هولمان وبعد كده تسوبل كمان لما كان متواجد مباريات كنا بنلعبها برضه ولكن ما كانتش بالشكل اللي هو الرسمي. انت بتلعب ماتش عادي موجود هو بيعمل فتره اعداد وانت بتعمل فتره اعداد فتجربه في مباراه عاديه او في ملعب عادي، اما بالشكل اللي احنا هنشوفه ان شاء الله يوم السبت ده هيبقى كلام كبير وصرح اكبر. برضه بنقول تواجد الجماهير عشان تقول للناس رساله خلاص الامن والامان بقى في مصر، مفيش مشاكل، مفيش اي مشكله لعوده الجماهير. النادي الاهلي بيمشيها على مشاهد بيعلنها بمشاهد بسيطه. اخر مشهد هو اتلتيكو مدريد في 2017 ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله ان شاء الله. كابتن محمد كابتن حسام انا عايز برضو الاحساس بقى، انت ممكن كابتن عمرو لعب مع فرق كبيره ولكن في فترات الاعداد، لكن مباراه زي كده يمكن انت ممكن مباراه ريال مدريد بالنسبه لك كنت كلمت روما ايضا احساس وريال سوسيداد برضو يا سلام عليك ايه ده انت تاريخ لعبت كل ماتشات الدوري فبالتالي لا استعداد اللاعب نفسه وحبه ان هو يبقى متواجد في مباراه زي كده برضو اكيد يا فاروق انت بتلعب فرق كبيره فرق مميزه ليها اساميها فانت مش طبعا انت تلعب في النادي الاهلي نادي كبير ليك اسمك برضك اللي هي طموح ان انا نفس المستوى ده وانا احسن من اللعيبه الموجوده ديت فبتقدر تطلع احسن حاجه عندك. انت كمان بيكون عندك دافع لو لعيب مثلا ما بيشاركش بصفه اساسيه المتوشه ده يا فاروق بتقعد ناس وبتلعبها طول الموسم وبتفرق مع لعيبه كتير. فانا شايف اي حد اللعيبه هيبقى موجود هيبقى عنده دافع قوي جدا بيمثل النادي الاهلي باسم مصر كلها هيبقى عنده اللعيبه هيبقى عنده دافع اللي هو يقدر يعني يوصل للهدف اللي هو عايزه يحققه بغض النظر على لعيب اساسي او احتياطي. هو اللعيب هيبقى نازل مركز جامد جدا على بيغير على الفانيلا زي ما احنا بنقول بيغير على الفانيلا على طول على اسم النادي فيطلع احسن حاجه عنده. تاني حاجه الفرقه ديت بتبقى مثلا نوعا ما بتبقى جايه الدنيا بتبقى احسن شويه يعني الدنيا بتبقى هاديه شويه بالنسبه لهم بيبقوا ناس جايين مش عايزين كل واحد عارف اللي هو سعره عالي جدا بيحاول يحافظ على نفسه كويس. فهتلاقي طبعا الاولويه ان شاء الله لينا مع الجماهير فتبقى احتفاليه حلوه يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نتمنى كده طبعا. خلينا نروح لتقرير تاني مع نجومنا طبعا كابتن وليد صلاح الدين كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد بلال ونرجع نكمل كلامنا طبعا مع ضيوفنا عن هذه المباراه. We'll be right back.
دور مهم جدا، هو ده دور النادي الأهلي، هو ده دور الأندية الكبيرة في العالم كله. تحية لمجلس الإدارة على القرار، قرار رائع، قوة في موافقة فريق كبير زي أتلتيكو مدريد، أحد ثلاث فرق الأقوى في أسبانيا وفي الدوري الأسباني. أتلتيكو مدريد فريق كبير، وكون أنه هو يوافق أنه هو يجي ودوري الأسباني شغال في ضغط مباريات كبير جدا. أنا بشكر كل المنظمين، السلام ضد الإرهاب، مصر آمنة، إن شاء الله 60,000 متفرج يدخلوا ويخرجوا في أمان، وينقلوا رسالة للعالم كله، يدونا تابلو رائع. مباراة أتلتيكو مدريد أكيد مباراة كبيرة جدا من فريقين كبار النادي الأهلي، كان الأكثر تتويجا إن شاء الله ويعود مرة تانية بإذن الله تعالى، الأكثر تتويجا بإذن الله تعالى إن شاء الله. المباراة أكيد يعني النادي الأهلي ومجلس إدارته حرص إن هي إن شاء الله يكون العائد طبعا لأصحاب شهداء مصر، ودي حاجة طبعا كلنا نفتخر بيها ان النادي الاهلي يقوم بكده ويقدم كل الدعم طبعا لكل شهدائنا ان شاء الله في كل مكان، ربنا يا رب يترحمهم. مباراة اكيد كبيرة، شهادة على العالم كله، يعني اي حاجة بيخطوها النادي الاهلي او اي خطوة بيخطوها النادي اكيد محسوبة وبشكل كبير جدا من مجلس ادارته، وجمهوره بيساند في كل مكان، فقرار طبعا محترم جدا، وكلنا ان شاء الله داعمين للنادي الاهلي وداعمين لهذه المباراة باذن الله. سعيد بان النادي الاهلي بيلعب مع أندية كبيرة، كان أندية إسبانية، وسبق أن النادي الأهلي لعب مع أندية إسبانية برشلونة، ومباراة أتلتيكو مدريد يعني مش بعيد. النادي الأهلي دايما سباق في كل أي حاجة خاصة بالوطن، النادي الأهلي بيبقى سباق فيها، النادي الأهلي قدوة، فالنادي الأهلي أكيد يعني يعني كويس أن المباراة دي ممكن تعمل إيه يعني، وبعدين هيبقى يوم احتفالية كويسة قوي، وبعدين أنظار العالم كلها ممكن تتوجه لمصر في الوقت ده. يعني النادي الأهلي بيعمل اكتر من شيء في اليوم ده، ممكن احنا بنتكلم على ان انت في استقرار ماتش اتلتيكو مدريد لما يتلعب في مصر ومع النادي الاهلي بجمهور النادي الاهلي الكبير، افتكر ان دي رسالة جيدة جدا للعالم كله ان احنا مصر في امان، ومصر عندها امن وامان. يعني رجعنا لكم من جديد. كابتن عمرو، انت كنت عايز تقول حاجه على الماتش ده؟ اتلتيكو لا مش هيروحوا يتفسحوا، مش هيروحوا الهرم الكلام ده، خلاص الناس اتعلمت. ريال مدريد عمل نفس الكلام كمان، لو راح الصبح ما الدنيا الجو حلو برد عادي، كان ريال مدريد في شهر 7 لا خلاص احنا عايزين خلي بالك الفول تيم هو موجود، هو خلاص، هو خلي بالك من صفات سيميوني ان هو ما بيهربش، عشان بس هو لسه ابو سلم بيحكي راجل شخصيته فرض رأيها على كل اللعيبة من أداء لشكل الأسلوب، فمش هيبقى جاي يتفسح. بس أنت قلت له يتفسح ولا بمسلم؟ لا حتى لو هو أحمد أو أنا، حتى لو هو جاي يتفسح، طريقة الفسحة بتاعته مش زي ما هنتخيلها احنا، زي ما احنا هنروح احنا بالظبط كده، زي ما احنا هنروح نتفسح، مختلف عن هم هيتفسحوا في مصر. طيب منظورك للمباراة بشكل عام كتم قبل ما تتمنى ايه في المباراة دي؟ أتمنى ثلاث حاجات، عدد من الجماهير كتير جدا عشان تبقى رساله للعالم كله. كابتن حسام مطمن على لعيبته، كل الاصابات وكل اللعيبه اللي كانت خارج بره حسابات الكابتن حسام. اسم النادي الاهلي مع فرقه بالتقل بتاعت اتلتيكو، تبقى نقدم مباراه تجمع ما بين شقين، تكريم الشهداء وخروج المباراه بشكل يليق باسم مصر والنادي الاهلي. نمره 2 يعني نقول ايه، عدم وجود اصابات وتحمل لعيبه النادي الاهلي الضغوط اللي هي فيها، ويتحمل كمان ضغوط للفتره اللي جايه، ان اعتقد ان بعد المباراه دي هيبقى مباراه نادي الزمالك وبعد كده السوبر، فاعتقد كل واحد هيبقى بيحافظ على نفسه كويس قوي.
لاسمه والاسم النادي الاهلي اللي هو بينتمي ليه ان شاء الله. حقيقي طبعا الجمهور يخرج مبسوط كابتن عمرو، دي اهم حاجه، ده الاهم طبعا، ده الاهم. كابتن مسلم يعني برضو نفس السؤال لحضرتك، لا نتمنى طبعا ان شاء الله الماتش يبقى يطلع بصوره كويسه. تاني حاجه الجماهير ان شاء الله بروفه قويه جدا، وحاجه تبقى حاجه محترمه موجوده بتليق باسم الاحتفاليه الموجود فيها، اللي هي ان شاء الله تبقى رجوع، يبقى سبب رئيسي لرجوع الجماهير كلها في الدوري العام او المباريات القويه الموجوده. ثالث حاجه لازم ان شاء الله دي رساله سلام للعالم كله ان مصر فيها الامن والامان، و ربيعنا جانا نتكلم ده تسويق كبير جدا لاسم النادي الاهلي موجود في اوروبا، هتبقى يعني موجود على نتكلم في الماركت بتاع اوروبا كلها عامه. النادي الاهلي اسم كبير، اسم مصنف، فنتمنى ان شاء الله اللقاءات كلها تبقى موجوده، النادي الاهلي بيكون نستفاد على طول، النادي الاهلي سباق في الحاجات دي في كل الظروف والمناسبات دي. نتمنى كل مناسبه ان شاء الله النادي الاهلي يعني يجيب لنا زي ما ريال مدريد وروما اتلتيكو، نخش على تشيلسي نجيب صلاح، يعني لازم نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في تقدم وفي ازدهار للنادي الاهلي وجماهيره. طبعا طبعا انت اظهر من كابتن عمرو المسلم، اتفرجت عليه؟ طبعا كانت عمرو كان سيرد باك، كنا عايزينه سيرد باك الايام ديت. لا عمرو كان سيرد باك. طبعا كابتنك برضه خلي بالك. افكر اتفكر. عايز اقول لك ابو سلم من الباكات ليفت اللي كانوا مميزين جدا، والصراحه لما خرج بره كمان المشكله ان كان في الوقت ده الجزء الاعلامي ما كانش متواجد زي هي الشكل العام عشان تتوجه للعيب المحترف زي دلوقتي. يعني احمد وهو محترف كنت هتبقى لو زي دلوقتي كنت هتلاقيه عصري، ما فيش باك ليفت موجود من مصر موجود في العالميه زي ما احنا بنتكلم عن محمد صلاح. زمان مره السوشيال ميديا، لو هتتكلم السوشيال ميديا مره هتعلن هتشوف ماتش، لو ماتش متذاع وعارفين ان احمد يلعب هنتفرج، اما دلوقتي انت بتتفرج اوتوماتيك على كل المباريات. والله يعني فعلا فرق كتير جدا في طبعا. بعض اللاعبين كانوا موجودين في جيل قوي جدا، انما موضوع السوشيال ميديا فعلا مش موجود، وبعض اللاعبين اللي ممكن كانوا احترفوا برضه. لك يا فاروق يعني انا مثلا لعبت في ستراسبورغ 5 سنين، كنت واخد احسن لعيب في الشهر في الدوري الفرنسي، ما فيش الا مثلا 3 برامج يعني برنامج بالعافيه حاجه انا طبعا النادي الاهلي كان موجود طبعا اكيد على طول. فيعني انت لو تتكلم في الفتره ديت العصر اللي انت موجود فيه السوشيال ميديا موجوده بشكل قوي جدا لاي حاجه، يعني كل تخيل انت قاعد في بيتك في اي لقاء اي حته في العالم بتجيب الماتش وانت قاعد. زمان كانت الدنيا صعبه شويه، كانت في مثلا قناه محتكره ثانيه في ثانيه بنعرف صلاح جاب جول ما انا بقول لك يعني مثلا دلوقتي كان زمان في قناه محتكره مثلا الدوريات كلها ما تعرفش تتفرج على اي حاجه، ما تعرفش تاخد اي رساله بتاع تاخد اي حاجه من الكلام ده. فانا شايف دلوقتي العصر طبعا كل ما بيتطور الدنيا بتبقى احسن كتير، في اللعيبه بتتسوق بشكل كويس، اللعيبه بتحترف بشكل كويس. فنتمنى طبعا اللي يكون عندنا مثلا ان شاء الله الفتره اللي جايه 100 واحد زي صلاح، رمضان صبحي نفس الكلام ماشي مستوى كويس، احمد حجازي ماشي احمد حجازي طبعا نادي احمد حجازي اللي يعني تريزيجيه، ما انا بقول لك يعني في لعيبه كده من النادي الاهلي كانت ليها تواجد في النادي الاهلي، ولو جيت دلوقتي تلاقيهم ناجحه مستوى ثابت. تريزيجيه مثلا مستوى ثابت عشان ليه يا فاروق؟ النادي الاهلي هنا لما جينا نتعلم النادي الاهلي هنا بيتمرن الصبح نتغدى بعد الظهر، السيستم موجود واحد، فلما يروح مش هيتعب. يعني انا لما رحت ما تعبتش، في لعيبه ثانيه هتروح تتعب شويه. فحجازي نفس الكلام، نفس المنظومه موجود، جينا نتكلم على رمضان نفس الكلام. فانا شايف نتمنى ان شاء الله التمثيل لينا ان شاء الله الفتره اللي جايه في كاس العالم يكون بشكل مميز. كنت بترفع لي بعيد عني خالص، انا ما كنتش بعمل حاجه، كنت برفع لك كنت انت بتجيبها، هو كان جامب بيجيب كل حاجه. كابتن عمرو يعني اخيرا انا بشكرك، ويعني نورتني وشرفتني، ونتمنى ان شاء الله تواجدك دايما باستمرار، ويعني واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن عمرو طبعا السابقين. بشكرك كابتن محمد، وبسطتني ان انا تواجدت مع احمد ابو مسلم، وبتلمونا النادي الاهلي كانت النادي بتلم الناس وتعرفنا كل حاجه. هي معموله لولاد النادي ولجمهور النادي الاهلي اللي دايما بيتابع طبعا كل صغيره وكبيره داخل الكيان طبعا القناه. ربنا يخليك يا كابتن محمد. حبيبي كابتن عمرو. كابتن احمد بشكرك. بشكرك طبعا يا فاروق، ومع كابتن عمرو طبعا مبسوط ان انا شفته بقالي كتير. هنروح الماتش الاول طبعا اكيد ان شاء الله هنروح، ويفضل يا فاروق زي ما احنا بنقول هيظل النادي الاهلي مصدر ابتسامه الموجوده في مصر. اكيد دائما الاهلي فوق الجميع كابتن مسلم كابتن عمرو، وده شعارنا دائما يا رب. كل ده يعني بنتمناه ان شاء الله ان المباراه تطلع بشكل مميز، وده اللي احنا بنحاول طبعا، وتحاول اداره النادي انها تنظم الامور بشكل كويس. زي ما قلنا يمكن مجلس اداره النادي الاهلي اشترى التذاكر المباراه عشان دعم طبعا، ما يبقاش في حد واخد دعاوى، الدعاوى طبعا كلها اتلغت، لكن ده بدايه من مجلس اداره ان هو بيدعم بشكل كبير هذه المباراه بان هو يشتري
يشتري تذاكر عشان يكون الدعم المالي موجود كله للشهداء الوطن، ولازم هم يبتدوا طبعا بنفسهم، ودي حاجه مميزه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي. يا رب هذه المباراه تطلع بالشكل المميز اللي احنا عايزينه، من خلال قناتنا كمان هتبقى في اليوم ده بنغطيها بشكل ايضا مميز، ده اللي احنا نتمناه بامر الله. كنا معاكم من خلال التغطيه دي، ولكن احنا موجودين معاكم باستمرار من خلال قناه الاهلي ومن خلال رساله سلام ضد الارهاب وفقره او التغطيه الخاصه بهذه المباراه حتى يوم السبت. هيكون معاكم بكره زميل عزيز محمد الجندي، وفي مفاجآت كتيره جدا، وطبعا تقارير هتبقى متواجده مع نجوم كتيره جدا بتشارك في هذه الجزئيه وهذه الاحتفاليه من خلال وجودهم في قناه النادي الاهلي. طبعا القناه هتبقى متوهجه اليومين الجايين دول ان شاء الله عشان نوصل لكم افضل شيء واحسن شيء من خلال القناه. انا بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.